بفشع الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. ليس هجوما أو دفاعا أو تزين، مجرد محاولة للفهم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك كتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 713 بتفرض الكثير من محاولات الاستفهام رغبة في الفهم. المشهد الرياضي تجمعت فيه في توقيت واحد مجموعة من القضايا فجرتها اللحظة مؤجلة، ولكن كلها بيجمعها غلاف واحد وهو الغموض. عايزين نكسر قشرة الغموض ونتوغل عشان نفهم، ليس مع أحد أو ضد أحد، ولكن نخش في دماغ الناس كلها عشان نقدم محاولة للفهم للناس. ومحاولة منا للفهم في حلقة، هذه أبرز عناوينها: مقالي ومقاله، تعالوا نحسبها. الغربال إعلاميون ضد الكراهية. وبعظمة لسانه بيرستاو يا بيرستاو. والشموع الحمراء عن إدريس راغب باشا. لكن أسرار الملك عن نصر قرطاج. وأخيرا مجلتنا من اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة، لكن هناك الكثير من النقاط المهمة رغبة في الفهم. يا باشمهندس، أنت إيه اللي مستعصي على فهمك؟ في قضايا عامة، القضايا الخاصة احنا هنشرحها، ما يخص النادي الأهلي هنقوله للناس لأن نعرفه. لكن القضايا العامة، قضية الرابطة، قضية الجوابات اللي بتيجي من الفيفا، أي قضايا العلاقة بين اللجنة الأولمبية والاتحادات والاتحادات الدولية، دور الوزارة فيما يحدث، ومسؤوليات إدارة الكرة اللي هي لجنة بتسلم لجنة بتسلم لجنة. وكله بيقول لك احنا بنجهز للانتخابات، بس ما قالوش سنة كام. وبعدين يبدو ان احنا بنصلح حاجات، لكن ساعة ما بنيجي ننفذ في علامات استفهام عايزين نفهمها، هي في إرادة حقيقية لتفعيل الإصلاحات، ولا هي مجرد يعني نسكت الناس بالشكل دون المضمون؟ تفاصيل كثيرة مش عايز أتكلم فيها دلوقتي غير لما نيجي لكل حاجة في وقتها. طيب، النهاردة كمان الأهلي في مجموعة القرارات المهمة، هناك بعض القرارات الخاصة بمجلس الإدارة. مجلس الأهلي بيكلف الإدارة التنفيذية بالترتيب الاحتفالية الكبرى لأعضاء النادي بنصر أكتوبر. كل سنة حضراتكم طيبين. الإدارة التنفيذية بتعقد عدة اجتماعات في هذا الجانب. كمان الأهلي بيعرض على الجمعية العمومية زيادة قيمة عضوية فرعي زايد والتجمع الخامس، ودي فرصة للراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي وعضوية النادي الأهلي، لأنه في بعض الزيادات في الفترة الجاية هناك بعض التفاصيل هنقف عليها. والأهلي بيقدم شكره لوزارة الصحة الحياة بعد حملة تطعيم أعضاء النادي وتوفير اللقاحات في النادي الفترة الأخيرة. كما كان، وأنا بس عايز أرجع للخبر الأولاني، احتفالية اهتمام الأهلي بالاحتفال بذكرى أكتوبر. الحقيقة أنا يعني في اللحظات المضيئة سواء في تاريخ الشخصي أو في التاريخ العام، كل شوية محتاجة أن احنا نقف ونعمل سبوتينج أو إلقاء الضوء، ونفكر الناس والأجيال اللي طالعة بهذه الأمجاد، لعلها تلهم هذه الأجيال بعض الإيجابيات وتخليهم يتمسكوا بثوابت هذا الوطن وثوابت نجاحاته. لأن الحقيقة لو في نوع من الفتور في متابعة هذه الأحداث، لا، احنا عايزين دايما نرتبط بكل أجيالنا بأحداثنا المهمة. عشان كده استلهام روح النصر وروح أكتوبر للأجيال الجديدة، ومحاولة استعادة هذه الروح الجميلة في بناء المجتمع اللي بيتطور ويتغير،
لكل هذا كان معنا على الهاتف دكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي. دكتور سعد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا كابتن عادل. مساء الخير يا دكتور سعد. يا وش سعد. الله يخليك يا كابتن حسن. ده انحياز تسويقي. لا ما هو انحياز نوعي انا ماليش دعوه بيه. طبعا هو الاب الروحي للتسويق كابتن عادل. دكتور المجلس الاداره بيولي للاداره التنفيذيه مهمه الترتيب الخاص لاحتفاليه لائقه وكبيره بانتصارات اكتوبر، يا ريت حضرتك تحطنا في الصوره فيها. يعني في الحقيقه مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود عنده تقدير كبير في الحقيقه لحرب اكتوبر المجيده. لأن الحرب دي بتعكس دور مؤسسة وطنية عريقة بتحمل كل معاني الفخر والإعزاز في قلب كل مصري وفي قلب كل عربي. يعني دور القوات المسلحة المصرية في هذه الحرب المجيدة، المجلس في الحقيقة دايما حريص على أن يكون في احتفال بهذه المناسبة، يعني زي ما ذكرت في يعني من دقائق محدودة، أن هي في الحقيقة مصدر إلهام لينا كلنا في جمهورية مصر العربية وأيضا في الوطن العربي. وخلينا نقول ان دور القوات المسلحه في الحقيقه ايضا ما زال مستمر في الالهام في مواجهته الشرسه ضد الارهاب في الحقيقه، ده واضح جدا لكل جموع الشعب المصري في الحقيقه، وما زالت بتقدم التضحيات على كل الاراضي المصريه وخاصه ارض سيناء اللي استعدتها في اكتوبر المجيده، في الحقيقه ما زال دورها مستمر، وليس فقط ايضا في حمايه الامن القومي المصري ايضا، بل تقدم دور رائد وفريد يمكن احنا ذكرناه في مداخلات عديدة، أن القوات المسلحة ما زالت أيضا هي القلب النابض لعمليات التنمية اللي بيقودها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويمكن إحنا قلنا أن تقريبا في تماثل ما بين رؤية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أيضا رؤية النادي الأهلي اللي أيضا بيلعب دور رئيسي في عمليات التنمية اللي بياخدها في كل افرعه الثلاثه اللي موجودين في مدينه نصر وايضا في زايد وايضا فرع الجديد ان شاء الله في التجمع، بالاضافه للمقر التاريخي للنادي الاهلي اللي تاسس ايضا على دور وطني مهم. وبالتالي النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود دايما حريص على ان الاحتفالات ايضا تبقى مستمره طوال شهر اكتوبر وليست في يوم واحد. وهنا كانت تكليف للإدارة التنفيذية بالاستعداد لاحتفالات أكتوبر المجيدة إن شاء الله بشكل يليق بهذا النصر العظيم، وأيضا بشكل يليق بمكانة المؤسسة الوطنية العريقة وهي مؤسسة القوات المسلحة المصرية. ده كان في الحقيقة أحد المجالات الرئيسية لاجتماع مجلس الإدارة الماضي اللي كان من أيام معدودة. طيب اتفضل. لا اتفضل عشان في حاجات كتير عايزين. كان في جزئيه خاصه في القرارات بشان العضويه ورفع رسوم العضويه للشيخ زايد والتجمع يا دكتور سعد. لا والعرض على الجميع العمومي عشان يفهمنا يعني اهميه هذا السرد. يعني هي ده واحد من الموضوعات المهمه في الحقيقه، وده بيعكس حجم التطور الاستراتيجي اللي بيحصل في النادي الاهلي وجوده الخدمات اللي بتتطور في النادي الاهلي خلال الاربع سنين الماضيه. وفي الحقيقه احنا لما جينا درسنا واقع سوق العضويه في جمهوريه مصر العربيه، كان كابتن محمود ومجلس الاداره المؤخر طلب اعداد دراسه عن تطور اعداد العضويه في المقرات المقر الرئيسي والاربع فروع الاخرى حتى بما فيها فرع الاقصر. في الحقيقه وجدنا ان احنا اعلى حجم طلب موجود في السوق المصري على خدمات العضويه كانت عندنا في النادي الاهلي، على الرغم ان في الغالب النادي الاهلي دائما ما كان ينظر عليه لانه هو بيت صناعه البطوله الرياضيه، ولكن في الحقيقه نتيجه للتطورات الكبيره في البنيه التحتيه اللي احنا حطينا فيها استثمارات كبيره جدا، مجلس الاداره في الحقيقه كان قام بعمليه ضخ استثمارات ماليه ضخمه في كل الافرع اللي موجوده في النادي الاهلي في مدينه نصر في ديرة في زايد وايضا فرع التجمع الجديد. ففي الحقيقه وجدنا ان في زياده في معدل العضويه بنسبه تجاوزت 105%. يمكن البعض هيستغرب بالرقم، خلال الاربع سنين الماضيه احنا كان عندنا في الشيخ زايد 5300 عضويه، النهارده تجاوزنا ال 11000 عضويه خلال اربع سنوات، يعني حجم طلب بيتضاعف بيتجاوز ال 105%. ايضا فرع التجمع الجديد لسه احنا ان شاء الله بصدد افتتاحه في القريب العاجل خلال المرحله القادمه ان شاء الله، احنا النهارده بنقترب من ال 3000 عضويه، وده ايضا
واحد من الخطوط اللي احنا بنستهدفها، وبالتالي كان النهارده عشان يبقى في توازن ما بين العرض والطلب كان في قرار من مجلس الاداره برفع قيمه العضويه من 250,000 الى 350,000 واعتماد بدايه من شهر 1/1/22، وده هيتم. احنا يمكن حددنا التاريخ زي ما ذكر كده الكابتن عادل مشكورا، لان النظام الاساسي عندنا في النادي الاهلي وده واحد من الانظمه اللي الجميع بيفتخر بيها لانها هي اللي بتقود عمليه الحوكمه في النادي الاهلي. هيتعرض على الجمعيه العموميه قرار مجلس الاداره، وحاله اعتماد ان شاء الله من الجمعيه العموميه سوف يبدا تنفيذه من 1/1/22. ودي اعتقد النهارده فرصه لجماهير النادي الاهلي اللي عندهم رغبه شديده ان احنا يعني يشرفونا ان شاء الله في العضويه دي، فرصه ان شاء الله يستفيدوا من هذا السعر اللي موجود في الفتره الحاليه، لان احنا عاملين في الحقيقه حمله ترويجيه كبيره جدا في الفتره القادمه ان شاء الله للترويج للمنشات الرياضيه الجديده. احنا يمكن عندنا في خلال ال 15 يوم القادمه ان شاء الله هنفتتح 4 صالات جديده يمكن ذكرناهم مع حضراتكم في الشيخ زايد، وايضا بعدها بفتره قد تكون قصيره هنفتتح برضو ايضا الفاتورات اللي هتبقى في المبنى الاجتماعي في زايد بالاضافه الى ملاعب البدل. ده بالنسبه لفرع زايد، واحنا زي ما قلنا قبل كده اكثر من مره ان احنا بنشتغل على مساحه تقترب من 29 فدان بالاضافه للمساحه اللي موجوده حاليا في زايد وهي كانت 27 فدان، فده يعني اعتقد بيعكس حجم الاثنين مع بعض يبقوا كام يا دكتور كده؟ يعني احنا عندنا 27 و29، يعني النهارده بنتكلم 56 فدان، هنشتغل على بنشتغل على 56 فدان ايضا في التجمع اللي هي تقريبا 45% من المساحه العامه. 45% من المساحه العامه زي ما حضرتك ذكرت كده وتفضلت مشكورا كابتن عدلي، لان احنا عندنا الجمعيه العموميه الموقره في النادي الاهلي مخصصه 60 فدان لصالح مشروع استاد النادي الاهلي، وبالتالي احنا النهارده عندنا اكثر من 129 فدان وشويه في زايد، ده المساحه الكليه لفرع زايد. ايضا مدينه نصر النهارده وهي بتاخد نصيب الاسد، يمكن كان اخر افتتاحاتها هو في الجراج مدينه نصر، وبالتالي ده بينعكس على جوده الخدمات اللي انت بتقدمها لاعضاء النادي الاهلي في الحقيقه اللي يستحقوا بذل المزيد من الجهد والتعب في الفتره الماضيه اللي قادها مجلس الاداره بصراحه بكل حكمه واقتدار ووفر ليها كل مصادر التمويل، وده كان احد اساليب النجاح اللي هي وصلتنا لهذا الطريق اللي هو ان احنا النهارده عندنا بنيه تحتيه احنا بنفتخر بيها في 4 فروع وليس في فرع واحد، وده شيء اعتقد ان اي اهلاوي النهارده واعضاء الجمعيه العموميه يعني بيفتخروا بيه، واحنا سعداء بهذا الفخر. معلش لحظه بس عايز ارجع عشان اشوف انا فاهم صح ولا لا. دلوقتي احنا عندنا حوالي 130 فدان او حاجه زي كده، او يقترب اقل شويه او ازيد شويه، انا مش عارف بالظبط. لا زايد احنا في الحقيقه ما انا بكلم على زايد، فاحنا دلوقتي مخصصين 60 فدان للمشروع الضخم الكبير بتاع الاستاد وملحقاته والجزء اللي هو يعني هيبقى يخدم على الاسواق وعلى الحاجات اللي احنا هتبدو وكانها هي التسويقيه يعني. يتبقى مثلا كمان بالاضافه لل 60 فدان دولت هيبقوا الملحقات اللي هم خاصين بمشروع الاستاد ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. فاحنا دلوقتي عندنا المساحه اللي احنا عايزين نخصصها للخدمات للساده الاعضاء زيهم تقريبا او اكتر شويه. يعني احنا النهارده بنتكلم ان شاء الله لما تكمل المرحله اللي احنا شغالين فيها بال4 صالات بالمبنى الاجتماعي بملاعب البدل ان شاء الله بنتكلم عندنا النهارده شغل على 56 فدان، قلنا منهم 29 فدان المرحله الحاليه احنا بنشتغل عليها، والمرحله اللي تم افتتاح فرع زايد عليها كانت تحدود 27 فدان، فاعتقد ان احنا عندنا مساحه اجماليه تتجاوز تقريبا 56 فدان ان شاء الله. جميل جدا. بالنسبه للفرع بتاعنا عندنا ايضا مدينه نصر، وده واحد من هو الفرع الثاني بعد فرع الجزيره، ده النهارده بيقترب ايضا من ال 50 فدان، وده كان برضه بيضم سلسله من المشروعات التطويريه اللي تمت في هذا الفرع منطقه الفود كورت، وما زالت الافتتاحات مستمره في منطقه الفود كورت، يعني عندنا 2 من اكبر العلامات التجاريه تم افتتاحهم في النهارده في مدينه نصر، افتتاح احد العلامات التجاريه الكبيره في تقديم خدمات الطعام في الحقيقه في مدينه نصر النهارده الخميس، واحنا بنتكلم في افتتاح لفرع
جديد ايضا، وبالتالي النهارده انت بتقدم سلسله من الخدمات بالاضافه لمجموعه ملاعب الاكاديميه، ايضا هيبقى فيه 2 ملعب 4 ملعب بدل في مدينه نصر سيتم افتتاحهم في الفتره القادمه، بالاضافه الى جراج اللي تم افتتاحه، بالاضافه الى كمان عمليه التطوير اللي تمت في الاسوار. دي كلها مجموعه من الخدمات والبنيه التحتيه اللي بتعكس جوده الخدمات المقدمه في النادي الاهلي، وبالتالي عندما يقرر مجلس اداره النادي الاهلي رفع قيمه الاشتراك هو بنبقى عندنا دراسه جيده للسوق، عندنا دراسه جيده ايضا لحجم الطلب، وكل التقارير الصادره في هذه الدراسه بتؤكد ان النادي الاهلي اكبر مبيعات عضويه هذا العام ما بين مختلف الانديه المصريه نتيجه العام. دكتور سعد، عشان الناس تقدر تستوعب، انا عايز اقولها بطريقه بسيطه كده، يعني دلوقتي ميزانيه النادي الاهلي الضخمه دي بحجم الانجازات الضخمه الانشائيه والتوسعات والمنشات والفروع و و و و اذا الاعضاء بيتهيألي كده احنا واخدين من 65-70% من الميزانيه لصالح الاعضاء، برغم من الوفاء بكافه الالتزامات الماليه للرياضه سواء كره القدم او الالعاب الاخرى. انا مقرب كده بشكل ولا بعيد قوي؟ زي ما حضرتك بتقول بالنسبه تقريبيه النهارده الخدمات المقدمه لصالح الاعضاء اللي هي احنا بشكل بنيه تحتيه وبشكل منشات رياضيه بتقدم سلسله من الخدمات للاعضاء، احنا تقريبا بنتكلم في نفس النسبه المئويه، وكانت هي اللي حاصله على نصيب الاسد في الحقيقه. وزي ما انا يمكن ذكرت في مره سابقه قبل كده، اجمالي الاستثمارات اللي تم استثمارها في البنيه التحتيه خلال الفتره الماضيه الاربع سنين الماضيه بلغت 1,292,000,000 جنيه، ففي الحقيقه ده رقم ضخم جدا، مفيش اي من الانديه قدر يستثمره في البنيه التحتيه بتاعته لصالح خدمات مقدمه للاعضاء، هذا بخلاف الموازنات الخاصه بالنشاط الرياضي وايضا فريق الكره اللي هي ايضا شافت طفره غير مسبوقه في الانفاق على الرياضه، يعني في الانفاق على الرياضه. فهنا مجلس الاداره في الحقيقه قدر يحقق التوازن ما بين الانفاق على النشاط الرياضي وتحقيق انجازات رياضيه اعتقد كانت واضحه جدا. وفي السنه الاخيره احنا نقدر نقول ان احنا كان عندنا في سنه واحده بطولتين افريقيتين في كره القدم، كان عندنا ثالث كاس العالم للانديه، ايضا في كل الرياضات اللي عندنا الرياضات الجماعيه الرياضات الفرديه كل ده ان شاء الله كان موجود الحمد لله نتائج موفقه، وبيقابلوا ده كمان انفاق مالي عشان تقدر تحقق الانجازات. وفي الجانب الاخر البنيه التحتيه بتاعتك اللي حضرتك بتطور فيها ايضا على مستوى الخدمات المقدمه سواء من منافس بتقدم خدمات للاعضاء انت ايضا بتطور فيها، ايضا دورك المجتمعي لم يكن هناك تخطيط فيه، ويمكن حضراتكم تابعتوا معانا كان في هذا الاسبوع اجتماع لمجلس امناء مؤسسه الاهلي المجتمعيه اللي تم استعراض فيه استراتيجيه النادي الاهلي اللي بتركز على 5 مجالات رئيسيه، الرياضه والمسؤوليه المجتمعيه، الرياضه والصحه، الرياضه والتعليم، الرياضه والفنون والثقافه، الرياضه والترفيه. دي 5 مجالات ان شاء الله المؤسسه المجتمعيه بتشتغل عليهم، وفي ان شاء الله اجتماع في الفتره القادمه لاستعراض المبادرات ان شاء الله اللي هيتم تنفيذها. وده دور ايضا النادي الاهلي بيتفرد بيه، النادي الاهلي على الرغم من تركيزه على خدمات اعضائه وايضا تركيزه على انجازات رياضيه وطنيه كبيره لم ينسى دوره تجاه المجتمع اللي بيعيش فيه، وبالتالي ده دور مثلث متكامل الاهلي في الحقيقه بيتفرد بيه داخل جمهوريه مصر العربيه الحقيقيه. بجانب كل هذا الاهتمام في خدمه مهمه جدا جدا قدمها النادي الاهلي خلال الايام الماضيه، الناس فجاه لقيت الاهلي بيشكر وزاره الصحه الراي العام يعني، لكن مؤكد الاعضاء شعروا بهذه الخدمه. احكي لنا شويه عن حكايه ال 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 انك انت يعني قدمت وسهلت عمليه التطعيم لاكبر قدر من الاعضاء اعضاء النادي الاهلي. يعني خليني في الحقيقه انتهز الفرصه كابتن عدلي واوجه الشكر لحضرتك على هذه اللمحه، وايضا من خلال منصه الاهلي الاعلاميه الرئيسيه قناه النادي الاهلي ان احنا نتوجه بالشكر الجزيل لوزاره الصحه وكل فريق العمل في وزاره الصحه بقياده وزير الصحه في الحقيقه على مجموعه الخدمات اللي قدموها لاعضاء النادي الاهلي في كل الفروع الثلاثه في الحقيقه في مقر الجزيره وفي مدينه نصر وايضا في زايد. في الحقيقه احنا من فتره كبيره كنا بنشتغل مع وزاره الصحه وبنتعاون،
لما كانت الفرصه متاحه ان يبقى في تطعيمات بشكل مركزي في ارض المعارض، كنا بننسق مع وزاره الصحه وكنا طعمنا اكثر من 3111 واحد من خلال وزاره الصحه، لكن كانت خارج مقرات النادي الاهلي. دي كانت الفتره الاولى للتعاون، وفي الحقيقه هم كانوا متعاونين جدا جدا معانا في الفتره دي، وكنا بنطعم في ارض المعارض. لما تمكنا من ان احنا نعمل التطعيم داخل مقرات النادي الاهلي ايضا، عملنا ده بالتعاون مع وزاره الصحه في الحقيقه في مقر الجزيره وفي زايد وفي مدينه نصر. في الحقيقه احنا بقى لنا 4 ايام شغالين، ريحنا النهارده عشان ننظم الافراد اللي هم هياخدوا الجرعات الثانيه، عشان زي ما انت حضرتك عارف بيبقى في فتره زمنيه ما بين الجرعه والجرعه. في الحقيقه فاحنا كنا حريصين ايضا ان احنا نقدم الخدمه دي لاعضائنا. كمان زي ما وجهنا الشكر لمعالي وزير الصحه وفريق العمل اللي شرفنا في المقر الرئيسي والفروع، كمان بنشكر جماهير النادي الاهلي في الحقيقه على حرصها الشديد على تلقي التطعيمات في ظل هذه الجائحه اللي بتموج في كل انحاء العالم. كان نموذج في الحقيقه قدموا صوره اكثر من رائعه، كنا فخورين بيهم في حرصهم على تلقي التطعيمات واتباع التعليمات اللي حطتها اداره النادي. وان شاء الله في الفتره القادمه احنا مستمرين مع وزاره الصحه ان شاء الله استكمال تطعيم باقي اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله. الاليه ايه؟ الاليه معلش اتفضل اخر حاجه عشان اتفضل احنا الاليه ايه؟ يعني انا عضو في النادي دلوقتي عايز اخد التطعيم اعمل ايه؟ احنا في المرحله الاولى اتبعنا الاتي، ان حضرتك بتخش على السيستم بتاع وزاره الصحه فبتسجل بيانات حضرتك بالرقم القومي، بتيجي رساله حضرتك ليك فبناخد من حضرتك الرساله ونسجلها في الكتب. كان في اليوم التالي على طول بنحدد لك موعد التطعيم في زي ما قلت في ارض المعارض. لما جينا استضفنا وزاره الصحه مشكوره تعاونت معانا في المقرات، كان عندنا ضعف في الكتب لان كانت داخل الجرعات ما كانتش لسه وصلت، فلما وصلت استكملنا الناس اللي هم ال 3111 اللي انا قلت عليهم، كان في بعضهم سجل في الكتب ولم يتلقى التطعيمات. بدانا نبعت لكل 300، كل يوم خدنا 300 فرد نطعمهم. في الحقيقه كان في خلال الفتره دي ما بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه كان في بعض الاعضاء اخذوا التطعيمات بشكل فردي، فبالتالي بقينا نستكمل من اعضاء النادي المتواجدين في الفتره. طبعا نسقنا مع وزاره الصحه على اساس الاعضاء من كبار السن بياخدوا انواع معينه من التطعيم تتناسب مع المرحله السنيه بتاعتهم، ده برضو احنا كنا حريصين ان احنا نعمله. وايضا عندنا فريق عمل مكون من العلاقات العامه وزاره الخدمات بيوفروا اجهزه الكمبيوتر المتصله بشبكه الانترنت عشان يساعدوا الاعضاء الغير قادرين على ان هم يعني يسجلوا بشكل شخصي، فبيقدموا لهم هم الخدمه، وبالتالي ده كان شكل يعني مبسط للاجراءات اللي تمت في الفروع الثلاثه. طيب دكتور سعد، في العوده لموضوع الاشتراكات الحقيقه، لانه في ناس كثيره بتسال اي واحد راغب في العضويه للنادي الاهلي سواء في الشيخ زايد او في التجمع يعمل ايه دلوقتي؟ ايه الاليه برضه؟ حضرتك الاليه ان هو بيتوجه لاداره الاشتراكات في النادي الاهلي بيحصل على استماره، يروح الفرع ولا يجي الجزيره؟ في سواء لا بيجي مقر الجزيره بياخد استماره الاشتراك ثم بيتحدد له ميعاد للمقابله مع لجنه الشؤون العضويه في النادي الاهلي. وفي الحقيقه احنا عندنا ايضا بعض العروض المقدمه للهيئات والجهات السياديه اللي موجوده داخل الدوله المصريه والنقابات ايضا، اكثر من 61 جهه احنا عاملين لهم عروض خاصه للاشتراك في العضويه، ودي في الحقيقه بنقدم لهم مجموعه من التسهيلات الخاصه بهذه الجهات اللي هي فيها مجموعه كبيره جدا من الافراد اللي هم عندهم رغبه في الاشتراك في العضويه. هذه التسهيلات في السداد بتصل الى في بعض الاحيان الى 5 سنين. كمان عندنا تحرك الفتره القادمه ان احنا متحركين مع بعض البنوك الوطنيه لمد فتره السداد للاعضاء عشان تبقى الخدمه متوفره بشكل اكبر، ممكن تصل في بعض الاحيان الى اكثر من 7 سنوات، ده برضو مع بعض البنوك الوطنيه. ففي الحقيقه ده شكل من اشكال الاجراءات المبسطه اللي ممكن، وعملنا النهارده رقم موحد ايضا هيتم الاعلان عنه في حاله الاستفسار عن الاوراق المطلوبه للاشتراك في العضويه سواء كانت للمؤهلات العليا
او دون المؤهلات العليا ان شاء الله. دكتور سعد، بس عايز برضو الخص بسرعه كده عشان الناس تفهم، يعني دلوقتي اللي عايز يعمل العضويه بالاسعار الحاليه قبل ما تزيد بعد الجمعيه العموميه، وده محتمل بدرجه كبيره، انه يلحق دلوقتي قدامه حوالي شهر، اقل من شهرين. لا، عنده شهرين طبعا، يا دوبك شهرين 60 يوم، 10 و11 و12 ان شاء الله، 3 شهور ان شاء الله. يلحق بسرعه يتقدم، لان انا متوقع ان هيحصل اقبال بعد كلام اللي الناس سمعته منك، انك الحق دلوقتي بالاعضاء بالقيم الحاليه زائد التسهيلات الجديده، فالحق ان شاء الله. بس انا عايز اقترح حاجه يا دكتور. اتفضل يا كابتن. دلوقتي الناس بتيجي تعمل وبتقدم الطلب، وبعدين بتتعرض على لجان اللي هو الانترفيو الشخصيه، المقابلات الشخصيه اللي بتؤكد ايوه احنا موافقين تبقى فرد من اسرتنا يعني. وده حرصا على التجانس بين الـ يعني الـ الـ الاعضاء يعني. ف يعني يا ريت نزود شويه اللجان دي، يعني بدل ما يبقوا 2 مثلا يبقوا 4، حاجه زي كده، عشان او يبقى في كل فرع نعمل الخدمه دي، عشان انا متوقع ان ممكن يحصل ضغط فنستوعب الناس ونريحها. يعني انا عايز كمان، يعني حضرتك فتحت لي مساحه يا كابتن عدلي، احنا كمان عندنا توجيه من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود، احنا مش بس هنزود عدد اللجان، احنا كمان زودنا عدد الافراد، وهنروح مش هنخلي الافراد تيجي النادي الاهلي، ده المجموعات الكبيره احنا كمان هنبعت لها الافراد دي لحد اماكنها، اماكن العمل بتاعتها، تمام، تخلص اوراقها واجراءاتها داخل اماكن العمل في حاله مجموعات كبيره ان شاء الله. ده احنا بنبعت افراد من قسم الاشتراكات بيتواجدوا هناك بكل اوراقهم، بيخلص في مكان الجهه ان شاء الله اللي هي بتتعاون معانا في تقديم هذه الخدمه. النقابات والهيئات والشركات الكبيره. النقابات والجهات السياديه والنقابات المهنيه ايضا، والمؤسسات الكبيره، المؤسسات البتروليه الكبيره، ده تمام. كله البنوك ايضا متعاونين معاهم، بنبعت لهم هناك ايضا فريق من قسم الاشتراكات عندنا في النادي بيخلص الاجراءات عند العضو. جميل، ده جميل جدا المسافه دي. ده شيء رائع يا دكتور. في اي حاجه ثانيه تحب تضيفها سعادتك؟ شكرا ليكم، شكرا لجماهير النادي الاهلي اللي دايما بتساند وبتدعم النادي الاهلي، شكرا لاعضاء النادي الاهلي في الحقيقه اللي كل يوم بيخلونا نزداد فخر بيهم بتعاونهم وحرصهم على الشان الوطني في ظل هذه الجائحه. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واعتقد كلام مهم للراغبين والحالمين بالانضمام لعضويه النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. قبل الزياده في جمعيه عموميه جايه هتعرض عليها الزياده، فور اقرارها من الجمعيه هيبدا تفعيلها، فبالتالي الفرصه سانحه ومتاحه بالذات في ظل المنح والتسهيلات اللي المجلس بيوفرها. والله مكالمه مهمه جدا، لان الناس لازم تعرف هو الاهلي بيفكر في ايه، والاهلي ايه التسهيلات اللي عايز يديها. ويعني اللي قاله الدكتور سعد ده فكر جديد. أيوة. ان انا اروح للناس في التجمعات عند في مكانها، في النقابه، في عشان ما اعملش نوع من التكدس، واسيب سيب خدمات جوه النادي للافراد بالظبط، وتوسع لها ايضا في استقبال. اذا اللي عايز يعمل عضويه يا جماعه يلحق، لانه بعد كده احنا بنشرب الكلام ده، يجي واحد يقول لك النبي يا فلان الفلاني شوف لي انا عايز اخد بالسعر القديم، مش هينفع. انتوا عارفين نظام النادي الاهلي، اول ما يتغير الشيء خلاص بيحكمنا جميعا. صحيح. بس انا عايز برضو اعلق بسرعه كما فهمت. ان يعني هو ليه فكره زياده العضويه؟ ايوه، لانك انت استاذ ابراهيم، انت دلوقتي داخل على مرحله بتستهلك الاراضي. احنا دلوقتي خدنا حوالي، بنشتغل في حوالي 250 فدان على الأرفع المختلفة. أنا حسبتها حاجزين منهم 60 علشان الاستاد، الاستاد والملحقات والجزء الاستثماري الخاص بيه، من محلات وسينمات وفنادق والكلام ده، كل خاص بالاستاد. طيب، معنى كده أنك أنت بتسارع، يعني أنت 27 فدان في الأول، دلوقتي 29 فدان في المرحلة اللي احنا شغالين فيها. وشايفين منشآت وصالات وملاعب وكلاب هاوس و
هذا الاستثمار اللي عشان يبقى على اعلى مستوى. ما هو انت دلوقتي ضعفت اكتر من النص، كنت 5000 عضويه، انت عايز تشتغل وبعدين بقيت 11000، فانت عايز تشتغل دلوقتي على 25000 عضويه مؤقتا في المرحله دي. ايوه. فانت الاقبال زي ما احنا قلنا كده هتقتضي انك ترفع الاشتراك، اللي هو ما زال اشتراك النادي الاهلي الحقيقه اقل من اشتراك انديه اجتماعيه كتيره جدا. رغم ان خدماتك الاجتماعيه يمكن عديتها من ناحيه الرفاهيه، من ناحيه التنوع الخدمات. انا بس حبيت اشرح دي عشان الناس تبقى فاهماها، ولكن عايز ارجعك تاني بسرعه كده ما اشبه الليله بالبارحه. احنا ليه عايزين نحتفل ب 6 اكتوبر؟ لان انا عايز ارجعك يا استاذ ابراهيم لاجواء ما قبل 6 اكتوبر. كان في حاله من القلق والغموض، والناس لا هنحارب ايه وهنعمل ايه. احنا عندنا مجموعه من القضايا الحاليه ان الناس بتنظر اليها بنفس المنظور، لكن لما تشوف الاعداد التكييف برد قوي. لا عايزين نشوف الفكره اللي كانت مسيطره على المصريين، وكيف ان الاداره السياسيه والعسكريه ادارت الامر بمناوره بتدرس على مستوى العالم. لازم نفهم ان اللحظه اللي احنا فيها في تحديات يمكن اكبر بكتير من السابقه، بنستعد لها بنفس الامور. اطمئنوا. ودي ده المطلوب في روح اكتوبر، ازاي تستلهم روح اكتوبر للعبور الجديد. انت بتعبر من عصر لعصر، بتعبر من ظروف لظروف، بتعبر من واقع فيه كتير من المعاناة وكتير من العشوائيات وكتير من الفقر وكتير من أوجه المعاناة المختلفة، إلى أفاق جديدة جدا تطمح الدولة المصرية أن تصلها بإذن الله تعالى تباعا من خلال مراحل أعتقد حضراتكم كلكم تابعين أن هي قفزات نوعية كبيرة جدا في كل المجالات. فنتمنى إن شاء الله تعالى مع استلهام روح أكتوبر وروح النصر يكون ده بمثابة دفعة جديدة كبيرة في اتجاه العبور الجديد إن شاء الله. المجلس إدارة الأهلي بالإضافة لما طرحه الدكتور سعد شلبي قرر في اجتماعه الأخير الموافقة على سفر الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، ومعه الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ومستر مايكل بروكيتش المدير الفني للقطاع. هيسافروا خلال شهر أكتوبر المقبل للتشيك وسلوفاكيا لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيسكوف وزيلينا وتبليستي وسيجما أولوميتش بشأن انتقالات لاعبي الأهلي إلى أوروبا، وتنظيم معسكرات مشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية مع هذه الأندية تحت إشراف الخبير التشيكي. وافق كمان الأهلي أو المجلس على التصور المقدم من لجنة البت بشأن الأعمال الإلكتروميكانيك والغليات الخاصة بمجمع حمام السباحة سواء في الجزيرة أو في مدينة نصر والشيخ زايد، وده لمزيد من رفع الكفاءة في أداء هذه المرافق المهمة. أنت بتشتغل بلا توقف وبتسبق المشاكل. أي الحاجات التكنولوجية الجديدة دي الأهلي بيروح لها بدري عشان يرفع زي ما أنت بتقول الكفاءة، وكله عشان راحة الأعضاء وكفاءة المنشآت. منذ قليل انتهت مباراة الأهلي في كرة السلة مع فريق شعب حضرموت اليمني، ده في بداية مشوار الأهلي في البطولة العربية المقامة في الإسكندرية. الحقيقة فوز كبير للأهلي 126-69. الاتحاد السكندري امبارح كمان في مجموعته كان فاز على الفريق اليمني المينا اليمني أعتقد بتقريبا بنفس النتيجة أو دبل سكور بنفس الشكل. البطولة العربية حضراتكم الأهلي عنده يوم 13 عنده مباراة مع وداد بوفارك الجزائري، ويوم 14 مع الفتح السعودي. فرقة مش سهلة، أنا اتفرجت عليها النهاردة. البطولة مقامة من خلال أربع مجموعات، بيصعد أول وتاني كل مجموعة. تم توزيع الفرق على أربع مجموعات، أربعة في كل في مجموعتين، في مجموعتين فيهم أربعة ومجموعتين فيهم خمسة، بحيث تقام مباريات الدور التمهيدي في برج في صالة نادي الاتحاد في الشاطبي وبرج العرب في طريقة الدوري من دور واحد. بيتأهل الفرقتين أول وتاني كل مجموعة لدور الثمانية اللي هيقام اعتبارا من يوم 6 أكتوبر. البطولة بيشارك فيها من مصر الأهلي والاتحاد السكندري، في الشارقة والبطائح الإماراتي، في الكويت واليرموك من الكويت، في المينا وشعب حضرموت
من اليمن في الغرافة والوكرة من قطر، فيه اليوناني من السودان والزهراء الرياضي التونسي، وفيه المنامة البحريني وبيروت اللبناني والفتح السعودي واتحاد الفتح المغربي ووداد بوفريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر، اعتذر الكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني. أنا شفت مباريات متفاوتة في المستوى، لكن في فرق جايبة أجانب ومستعدية كويس جدا جدا. الفريق الكويتي أنا شفت له ماتش برضو قبل ما أجي كويس جدا. وتباع خلي بالك أنت جاي بتسخن في بداية الموسم بمجموعة من الأنشطة الرياضية الجميلة الممتعة. يعني أنا قعدت اتفرجت النهاردة على كرة السلة، في مباراة استمتعت بيها طبعا، والناس اللي عايزة تطمن بقى على الأهلي واستعداده للموسم الجاي من خلال متابعة هذه البطولة اللي هتبقى فيها، وخصوصا الفرق اللبنانية والسورية. ما السورية ما جاتش مش كده؟ لا ما جاتش. لا يعني المغرب برضو بتشهد تطور شوية في كرة السلة، الكويت مستعدية وجايبة أجانب مهمين أعتقد، والبحرين برضو جايبة أجانب مهمين، فكل دي حاجات لطيفة بقى ما فيهاش صخب التنشن والشدة الرياضية، نقدر نتفرج وإحنا مستمتعين لحد ما توصل للأدوار اللي غصب عنك الأدرينالين هيزيد فيها. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل تعالوا نحسبها. أهلا بحضراتكم من جديد. منتخب مصر متقدم على المباراة الودية مع ليبيريا، متقدم 2-0 سجلهم محمد شريف وخرج. واضح أنه كارلوس كيروش المدير الفني في أول تجربة ليه تعرف فيها على المنتخب الوطني بيدفع بكل العناصر اللي اختارهم. تقريبا بدأ المباراة بتشكيل ثم كل شوية بيعمل تعديل، لدرجة أنه كان طلب من الفريق الليبيري ومن طاقم التحكيم أنه يكون التغيير 9 لاعبين. هو له هدف منها، هو مش بيقيس مستويات فنيه قد ما بيتعرف على العناصر يعني. فهيخرج بفكره بعد الماتش الثاني، مؤكد هيكون عنده فكره مش بطاله عن بقيه العناصر ان شاء الله تعالى. طيب شفنا ضربه البدايه وكل ما فيها من اخبار مهمه، يبقى دائما وابدا ضربه البدايه مع مقالي وما قالوا. تعالوا نحسبها، تعالوا نحسبها بجد، لأن التطورات اللي حصل على الساحة الكروية في الفترة الأخيرة لا فيها الكثير من الغموض وفيها الكثير من محاولات ضرورة الوصول إلى فهم. بالذات إحنا بنتغير، الحلم التاريخي كان للكرة المصرية ولكل القائمين عليها أن يكون عندنا رابطة محترفة تدير هذه المسابقة، أملا في أن ده يكون لبقية الدرجات التالية تباعا إن شاء الله. ممكن أقف هنا لحظة؟ هل إحنا بيبقى أملا أن يكون لنا رابطة لمجرد أن يكون لنا رابطة، ولا في أهداف عايزينها تتحقق من خلال هذه الرابطة لا لم تتحقق من خلال الاتحاد؟ دايما يقول لك عايزين قانون رياضي، عايز تغيير، وما حدش بيقول لنا إيه اللي عايز يتغير؟ إيه اللي عايز يتغير عشان يوصلنا لإيه؟ فلما يجي قانون رياضة نبتدي الانتقادات. وعلى فكره ما من حاجه بيطلبوها الا موجوده في القانون، بس محدش بيقرا القانون. ما هو الفكره انت عايز الشكل ولا المضمون؟ فاحنا عايزين رابطه، بس عايزين رابطه ليه؟ عشان تعبر عن مصالح الانديه الاقتصاديه والفنيه وتحقق الاستقلاليه المطلوبه. بهدف ايه برضه؟ ما هو الاستقلال مش كده، مش انا عايز استقل وبس وبعدين اعمل اي حاجه لا تحقق الصالح العام. زي ما كنا بنقول ان تستقل اللجنه الاولمبيه باعداد المنتخبات ورفع المستوى، ويستقل الدور الحكومي في نشر اللعبه والبنيه التحتيه. فاهمني؟ فلم يتحقق ان ده يحصل، ما نشوفش على ارض الواقع هذه الممارسات. احنا عايزين لما نقول عايزين لجنه، يبقى اللجنه دي هتوصلنا لايه في القضايا اللي تهم كل درجه من الدرجات، وأن يستفاد من القيمة التسويقية للدوري الممتاز في دعم الدرجات الأقل ودعم الاتحاد والمنتخبات. زي الدور اللي ماشي في كل العالم يعني.
لكن الآلية الموجودة هتسمح بهذا؟ أنا منزعج جدا من تصريح يعني واللجنة بتقول لنا إن شكل الدوري كده مش هيريح اللعيبة وهيريقها وهيبقى يعني ضد صالح حتى المنتخبات وضد صالح نجومنا الكبار وضد صالح أنديتنا اللي هي بتلعب في بطولات إقليمية عربية أو إفريقية. نفاجأ بتعليق صادم، لا ده مش دوركم. يطلع الأستاذ أحمد مجاهد اللي هو عضو اللجنة الثلاثية يقول ده مش دوركم. طب ما هو دور مين؟ هل هو دور اللجنة الثلاثية اللي هي كما فهمت انهم موظفين في الاتحاد الدولي جايين يديروا؟ لأن للأسف الشديد مش عارف مين فاهم الاتحاد الدولي ان ما عندناش القدرة ان احنا ندير شؤوننا الكروية، فلازم يتعين لجنة. وده كان موقف صادم جدا انه عامل معاملة الدول الناشئة واحنا اللي أسسنا الاتحاد الإفريقي، فنعامل هذه المعاملة وتستمر لمدة سنتين. طيب صلاحيات اللجنة بقى هي اللي تغير نظام الدوري يعني ولا لتسيير الأعمال؟ عندك إجابات عايز أسمعها منك. طيب هنقف عند الرابطة ودورها بشكل أساسي، لكن على ذكر اللجنة الثلاثية اللي بتدير الاتحاد وبرضو جريا وراء فكرة عايزين نغير القانون، دلوقتي الكلمة اللي شغالة عايزين نغير اللائحة، لائحة النظام الأساسي اللي أقرت لإدارة اتحاد الكرة المصري، هناك رغبة في تعديل بعض مواد هذه اللائحة. فبدأت الأندية من خلال تجمع أعتقد شمل 51 نادي، ده كان قبل كده هم كان حاجة و80 قبل كده، فاجتمعوا وشافوا عايزين نغير بعض البنود في اللائحة. إيه هي بعض البنود؟ أم مجلس إدارة الاتحاد أو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد بعتت للاتحاد الدولي النهاردة. الاتحاد الدولي رد مهم جدا، نتمنى أنه الأندية الراغبة في إضافة بعض التعديلات تمارس حقها الطبيعي في النتول. إيه هي اللي عايزة تطالبه؟ إيه المطلوب تعديله؟ لأنه الاتحاد الدولي بعت النهاردة للاتحاد المصري بيقول له ردا على طلبكم برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة، وتضمن الرد الدولي ثلاث نقاط مهمين. واحد، الفيفا بيقول لك اللائحة اللي انتوا عايزين تعدلوها دي تم إقرارها في جمعية عمومية في تاريخ 29/11/2020، يعني ما كملناش سنة، واعتمدت بشكل نهائي من الفيفا في 2 يونيو 2021، 2 يونيو اللي فات يعني برضو من 5 شهور. فبالتالي الفيفا عايز يقول ان دي مدة قصيرة جدا ان انت تجرب لائحة. ايه اللي استجد عندكم جديد علشان تغيرها في خلال 5 شهور؟ بيقول ايه بقى؟ يرى الاتحاد الدولي ان الخطوة المقبلة هي اجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكليفات التي حددتها للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد. اعملوا الانتخابات، الفيفا بيقول لهم، وبيرغب الفيفا في الاطلاع على التعديلات المقترحة على وجه التحديد في ظل الظروف المشار إليها في النقطتين السابقتين قبل المضي لإنجاز هذه الخطوة. الاتحاد المصري قال للأندية ابعتوا لنا علشان نبعت للفيفا البنود اللي انتوا عايزين تعدلوها على لائحة النظام. أنا محتار يا أستاذ إبراهيم جدا حقيقة، يعني كل الناس اللي بتشتغل سواء في اللجنة أو في المجموعة الأندية ناس فاهمة جدا جدا جدا. الأندية دي عندها مشكلة مش مع الاتحاد المصري أو مع اللجنة، هما مختصمين إدارة معينة في الاتحاد الدولي. لدرجه انهم بيقولوا لهم انتوا بممارساتكم و يعني قراراتكم باختيار لجان لاداره الكره المصريه اضريتوا الكره المصريه ضررا بليغا، وطالبين تعويض 1 مليار جنيه لصالح الكره المصريه. انا مش عايز اللجنه يعني تبقى برضو، ما هي موظفين في الاتحاد الدولي متعينين من الناس اللي مرفوعه عليهم القضيه. ايوه، فما تبقاش فاهم هم واخدين موقف من مين؟ هل هم بيساندوا رغبه الانديه ومحاوله الحصول على تعويض للكره المصريه بهذا المبلغ الضخم او اي مبلغ يعني، ولا هينحازوا
للجهه اللي هم تابعين لها، هم موظفين ولهم رواتب. طبعا هم مش بيحاربوا من اجل الرواتب، كلهم ناس ارقى من هذا يعني. لكن على الاقل مش معقول هيختصموا للناس اللي هم معينينهم، لانه كان من باب اولى بدل ما تختصمني ما توافقش انك تيجي مثلا. هذا الغموض، وده سؤالي بقى، ليس هجوما او دفاع لكن محاولة لفهم ايه اللخبطة اللي احنا فيها دي. هو مين مع مين ومين ضد مين ومين عايز ايه ومين اللي هيوصلنا للي احنا عايزينه؟ دول ولا دول ولا دوكامة ولا اللي جايين؟ وبعدين يجي الاتحاد الدولي يقول لك عايزين تعملوا لنا التكليف بتاعك. ده انت بقالك سنتين ما فيش انتخابات، وبتشيل لجنة ما فهمناش اتشالت ليه برضو، وجبت لجنة عشان يحصل تسويف في عملية إجراء الانتخابات، ما هتبتدي من أول السطر. فجت اللجنة دي غيرت حاجات كتير جدا في النظام الكروي. هل ده كان في ضمن تكلفتها؟ ما أنت بتقول لا ده جايين عشان يعملوا الانتخابات. طب ما هو ده التكليف الوحيد اللي لحد دلوقتي ما اتعملش، بس عمالين نغير في الإيه؟ في شكل. طيب ما هو الفيفا بيقول لك اعمل، يعني اعمل دعوة للجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات. ماذا يحول؟ معرفش. النقطة الثانية، أنت بتقول الجديد إنه الاتحاد المصري أو اللجنة اللي موجودة حاليا أخطرت الوزارة امبارح وأخطرت اللجنة الأولمبية. إيه؟ بالدعوة للانتخابات. إمتى؟ المفروض هيتحدد بقى. بنتكلم في الأهداف لكن ما فيش إرادة إن إحنا نشوف ما الأسئلة بسئلة دي هي اللي هتنجز الأمور. كيف ومتى كيف ومتى؟ هي دي. وعلى اي اساس؟ يعني مين اللي هيبقى له حق الترشيح؟ انت المفروض تعمل انتخاباتك قبل نهايه ديسمبر، يعني من دلوقتي لغايه الثلاث شهور. شوف كنا بنتكلم في نوفمبر، بنتكلم دلوقتي في ديسمبر. هو الثلاث شهور، هو القانون بيلزمك ان انت ثلاث شهور. استاذ ابراهيم ما عنديش مشكله خالص، بس انا عايز اعرف السؤالين دول كيف ومتى؟ خلاص؟ مين جمعيه العموميه تحديدا؟ لان انت هو اعتمد الإشكالية جاية فين؟ هو اعتمد النظام الأساسي، ولكن لم يخرج النظام الأساسي طبقا للقانون من اللجنة الأولمبية بعد مراجعته واعتماده إلى الاتحاد الدولي. تسمع الكلام ده؟ أنا مش عارف، وده اللي حصل. الفيفا بيقول لك أنا اعتمدت ده في يونيو. اعتمدوا لكن محليا أنت ما مشيتش في الإجراء. ليه؟ ما حصلش. أنت عندك لائحة حاليا على أساس أنت عندك لائحة. هو أنت واخد بالك أنا قصدي بقول إيه؟ انت رحت من بره بره، تجاهلت اللجنه الاولمبيه ورحت بعد. هو انت طبقا للقانون؟ دي سؤال برضو عايز اعرفه. ما يجوز من حقك تعمل كده، لكن هل انت طبقا للقانون لازم تراجع من اللجنه الاولمبيه اللي انت تابع لها دلوقتي؟ طيب خلينا في جزئيه الرابطه، لانه كمان المتغير الجديد انه الاتحاد المصري لكره القدم وافق على تاسيس الرابطه، ده وفقا للائحة النظام الأساسي لأن هو ملزم بده، فوافق على رابطة. الرابطة من خلال ال 18 نادي أعضاء الدوري الممتاز انتخبوا فيما بينهم، حتى وإن كانت الانتخابات تمت بالتزكية لأنه في النهاية ناس اترشحت زيادة عن العدد المطلوب وتنازلوا عن الترشيح، فأصبح المعيار التزكية هو اللي قاد هذه المجموعة لتدير المكتب التنفيذي للرابطة. الرابطة أملا أو رغبة منها في الاستقلال بدأت تدير أمورها بشكل مستقل، طرحت ثلاث أشكال للدوري الممتاز في الموسم الجديد. في البداية أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد قال ده مش من حقهم، الرابطة رجعت قالت لا من حقنا أو من حق الأندية ال 18، لأن أنا في النهاية بشكل أو بمثل جمعية عمومية قوامها 18 نادي، هم أعضاء الدوري الممتاز، هم أصحاب الحق الأصيل والشأن الوحيد، فبالتالي أصبح من حق المكتب التنفيذي للرابطة بالتنسيق مع الأندية عشان القضايا حسب شكل الدوري والنظام. أحمد مجيدة قال مش من حقهم، استند على إيه؟ اللجنة قالت من حقنا، استندت على إيه؟ وأين الحقيقة؟ هي دي الأسئلة الحائرة، لأن أنت هتقطع مشوار وبعدين هتبص تلاقي نوع من العرقلة للتنفيذ. الإرادة لازم نبقى، أنا لما أجي أقول للجنة ديروا باستقلالية ما أقعدش أقول لهم حقكم مش حقكم، خلاص أنا عايز أخلص من الهيدك بتاع الدوري. أنا عندي وهو حدد هذا الكلام، أنا عندي مسؤوليتي المنتخبات وكأس مصر. المنتخبات وكأس مصر، وبعدين رفع المستوى العام.
في كل حاجة، عناصر اللعبة، إذا كنت أعمل دورات تدريبية، إذا كنت حتى الحكام أتمنى أن يحظوا باستقلالية لجنتهم. المسألة الشكلية ليها معنى. يعني لما جات اللجنة قالت لك عايز أعمل مقر خارج الاتحاد، كانت رسالة بمعنى محدد، رغبة عايزة تستقل في عملها. أتمنى أن يحدث هذا أيضا في لجنة الحكام. طيب المهندس عدلي سأل هو إيه اختصاصهم؟ هو ده من حق مين؟ خلينا نقف عند إيه أهداف الرابطة وإيه اختصاصها وإيه اللي من حقها وإيه اللي مش من حقها. حد طيب أنا هقول لك بس أهداف الرابطة: العمل على زيادة الموارد المالية للأندية، تنظيم الدوري وأن يكون أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والقاري. مين؟ دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين، العمل على زيادة شعبية الدوري العام في القسم الأول، الاستثمار في برامج تنمية الناشئين والشباب، تطوير المشاركة المجتمعية للأندية الأعضاء. إذن دي أهداف هذه الرابطة. اختصاصاتها إيه؟ إيه اللي من حقها وإيه اللي مش من حقها؟ تشكيل لجنة من حقها أو من اختصاصها أنها بتشكل لجنة لإدارة المسابقة، وقد شرعت فيه، يعني تم تكليف المهندس عامر حسين بالاطلاع بهذا الملف. إدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية والتلفزيونية والإعلانية المرتبطة بمسابقة القسم الأول، ودي نقطة مهمة جدا. إدارة العوائد المالية للرابطة وطرق ونسب توزيعها على أندية القسم الأول أعضاء الرابطة. وهنا عايز أفصل بين حاجتين، لأنه سمعت حتى الكابتن مدحت شلبي مع الأستاذ أحمد دياب رئيس الرابطة وهو بيتكلم على أنه الرابطة هيبقى من حقها توزع حقوق أو عوائد الرعاية والبث، وبنربط الكلمتين في بعض بغير وجه حق. مفيش حاجة اسمها أن الرابطة هتوزع عوائد الرعاية والبث، هي بتوزع عوائد البث فقط، لأنه عوائد البث التلفزيوني هي اللي نتاج ممارسة الأندية، لكن حقوق الرعاية، حق الرعاية ده أشمل كل للنادي. كل نادي عنده حقوق رعاية خاصة بفرقه الرياضية كلها، بمنشآته، بحقوقه الإعلانية، بالامتيازات اللي بيمنحها للرعاة. فبالتالي عوائد الرعاية دي مسألة منفصلة عن حقوق البث. فنرجو وإحنا بنتناقش ما تبقاش المسائل مربوطة في بعض بدون وجه حق قانوني. الرابطة بتوزع عوائد البث التلفزيوني لمباريات المسابقة نفسها، مش أكتر منها. يعني حتى كاس مصر ده أمر يخص الاتحاد. هيستحدثوا مسابقة جديدة كاس الرابطة تقام أثناء كاس الأمم، دي فكرة هايلة، ويبقى دخلها وعوائدها أيضا للرابطة. كمان الرابطة من اختصاصها التنظيم والإشراف على جميع الأمور المالية الخاصة بالرابطة، ده شيء كويس. تعديل لائحة النظام الأساسي للرابطة بعد اعتمادها، يعني النظام الرابطة نفسها هيبقى لها لائحة، فالمكتب التنفيذي الخاص بالرابطة من اختصاصه يعدل في لائحة النظام الأساسي للرابطة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية. عموما يا عم الإعداد استجاب لك بسرعة وجاب لك النائب أحمد دياب رئيس الرابطة بنفسه. معنا على الهاتف الأستاذ أحمد دياب. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم، وأهلا بكابتن عدلي، ومتشرف إن أنا أكون مع حضراتكم وعلى قناة النادي الأهلي. تحياتنا وتقديراتنا الكبيرة الحقيقة للجهد الواضح جدا والفكر اللي الحقيقة أنا شخصيا فوجئت بيه، فبالتوفيق إن شاء الله. أحمد بيه، إحنا عاملين فقرة هي حائرة، لأن الحقيقة هي أول تجربة، لكن تجربة كنا مترقبينها من زمان ونفسنا فيها، بس نفسنا فيها عشان تحقق لنا حاجات محددة في استقلالية إدارة كرة القدم لصالح أندية القسم الممتاز. ماذا يدور في ذهن حضرتك أنت وأعضاء لجنتك الموقرة، وما هي حدود الاختصاص اللي فوجئنا مثلا اتحاد كرة القدم بيقول لك مش من حق الرابطة أنها تغير نظام الـ الـ الدوري يبقى يعني الأمور دي عايزين إجابات كده من حضرتك، يعني وإذا كانش النهاردة متاحة تتاح إمتى؟ لا كابتن هقول له حاجة. هو طبعا الرابطة أو كل كرة القدم إنها تبقى صناعة وتبقى في مصر متأخرة، وزي ما حضرتك بتقول هو حلم كبير، وكان فيه قبل كده تجارب لأساتذة كبيرة منها طبعا حضرتك نتعلم منها، ولكن الظروف يمكن ما كانتش مواتية أو ما يعني ما فعلتش الرابطة في شكلها المصري. المرة دي الحقيقة الواحد عنده أمل وحافز كبير، لأن فيه رغبة من الأندية الحقيقة إن يبقى في رابطة، وإن إحنا نخش
بكره القدم للصناعه. احنا في مرحله تاسيسيه، بس احنا ما بنعيدش اختراع العجله. بالظبط. ضوابط الانديه في العالم كله ليها خصوصات واضحه وصريحه، هي المسؤوله عن المسابقه سواء في تحديد شكلها او ضوابطها او لوائحها او تسويقها او حقوقها. هي المسؤوله عن كل ده بشكل مطلق، وبيكون اي رابطه جمعيتها العموميه هي عدد انديه الدوري. تمام. وهو حق اصيل للانديه، وفي الاخر الرابطه بتمثل الانديه، عاوزه مصلحه الانديه والكره المصريه بشكل عام. احنا الحقيقه يعني لسه بنتكلم في شكل المسابقه والموسم عندنا هيبدا امتى ويخلص امتى، وده الحقيقه شيء في حد ذاته صعب، لان احنا مش من المفروض ان يكون في عندنا ان احنا لسه بنتكلم في شكل مسابقتنا ولا هتبتدي امتى ولا تخلص، لكن مجبرين على ده بلخبطه في عده مواسم وصلتنا للحته دي. البلان اللي الرابطه شغاله عليها هي ان احنا في خلال على حسب شكل المسابقه السنه دي ان شاء الله اللي هيقرر يوم السبت بعد مشاورات مع كل الانديه، هيبقى يا اما على مدار سنتين او على 3 مواسم عشان نرجع نبقى بنلعب في نفس التواريخ اللي العالم كله بيلعب فيها، وتقدر الانديه تستفيد بفترات الراحه بين المواسم، ويقدر يكون في لما يكون لاعب طالع من النادي وهيحترف بره يقدر يروح بالويندو المظبوط، او لو عندنا عقد مع لاعب محترف ما يمشيش ويسيب ناديه في نص المسابقه، وحاجات كتير من اللي تعرضت لها الانديه الفتره اللي فاتت. تمام. دي اول مرحله. المرحله الثانيه باذن الله هو تاسيس لائحه نظام اساسي للرابطه. وهو ده المانيوال اللي موجود في كل الروابط اللي موجوده في العالم، الانجليزي، الاسباني، الايطالي، حتى في الدول العربيه زي الامارات والسعوديه. فلائحه النظام الاساسي دي هي المفروض اللي بيقرها ال 18 نادي مع الرابطه، وبيكون هو ده المانيوال اللي تمشي عليه الكوره. طب وفي الحته دي يا فندم مفيش مثلا لائحه استرشاديه يتبني عليها؟ يعني في اللحظه دي مفيش نظام اساسي؟ لا مفيش نظام اساسي، احنا في مرحله تاسيسيه كابتن عبد. هو ده الصعوبه، ان حاجة الدول الثانيه سبقتنا في الحته دي بسنين، فاحنا حاجة لسه بتاسس، فواخدين الموديل اللي في العالم، جبنا اكثر من 7 موديل للمانيوال ده وقاعدين شغالين عليه عشان نقدر نعمل مشروع، نقعد مع الانديه ونسلم لكل نادي هذا المشروع ونبتدي ناخد منه الافكار والاطروحات ونشتغل. وحاجة ادرى مني طبعا استاذ ابراهيم ان المراحل التاسيسيه هي اصعب حاجه. اصعب حاجه طبعا. ايجاد من العدم. بالظبط. لا كمان هتجد مقاومه، يعني هتجد مقاومه، يعني حضرتك مثلا هل انت حضرتك اللي توصلت الى نظام اعتمدته جمعيتك العموميه اللي هي من 18 نادي؟ ها؟ هل يحق لحد في الاتحاد او اي لجنه انها تعترض عليه او مثلا ما تعتمدوش؟ لا لا طبعا ما يحقش. ما يحقش. ده مهم جدا لان هو حق اصيل ال 18 نادي، وفي الاخر الرابطه بتمثل مصالحهم. بالظبط. وانس ان ال 18 نادي اقروا اللائحه التنفيذيه دي، ما حدش له الحق في انه يغيرها غير ال 18 نادي. زي ما بنتكلم على لائحه النظام الاساسي للاتحاد، هو ما فيش حد له السلطه انه يغيرها غير جمعيته العموميه. تمام. هي صاحبه الحق الاصيل في ده. فهي ان شاء الله مرحله عاوزه تكاتف ودعم كل الانديه، وده الحقيقه بيدي الواحد يعني الباور انه يشتغل. وفعلا ما اخبيش على حضراتكم احنا ما كملناش يمكن 4 5 ايام عمل كرابطه، ولكن فعلا العمل متواصل على كل الملفات. لا لا يعني ثقيله المهمه جدا، لكن انا يعني اتصور يا فندم ان بعد ما تحددوا شكل المسابقه في الموسم الاستثنائي ده، اللي يعني لازم الكره المصريه تخرج من هذه عنق الزجاجه، لان يعني والا هيبقى هنفضل في الزنقه دي على طول. نمره 2 الحقوق التجاريه يا فندم، الحقوق التجاريه اللي عاشت سنوات من النزاع بين الانديه والاتحاد، هو الدوري بتاع مين والراعي بتاع الاتحاد والراعي بتاع النادي، وعقوبات على النوادي اللي بتستخدم رعاتها والفانيلا، الاشتباك ده مع بعض الحقوق التجاريه الاخرى، اعتقد ان ده اهم التحديات. 100% يا فندم. وزي ما قلنا هو ليه يعني كل رابطه او كل دوري في بلد اتعمل له سيستم مختلف، يعني حضرتك بصيت على حقوق الرعايه في الدوري الانجليزي والرابطه الانجليزيه غير الرابطه الاسبانيه غير الرابطه الايطاليه، كل بلد على حسب
الانديه اللي فيها وشكل الدوري وجماهيريته. فهي الفكره ان احنا نحقق اصيل ال 18 نادي، والرابطه ده موضوع ثابت في جميع الروابط، لكن هي طريقه التوزيع والنسب واحتساب البوينتس عامله ازاي، هو ده اللي محتاج بقى هو ده اهم حاجه مع بعض بالظبط كده، ونكون كلنا واقعيين ومنطقيين وعادلين ايضا يعني، وعادلين طبعا. وفي الاخر الاهم ان احنا نعلى بالفاليو بتاع المنتج بتاعنا، ده المهم جدا على فكره، نحقق عوائد لكل الناس وتحس بفرق وتحس ان المجهود اللي هيتعمل واللي هنأسس له في الرابطه راجع بعائد مميز. على فكره يا فندم، احنا الاسلوب اللي بيتم بيه الاتفاق على حقوق البث لا يحقق اكثر من 60% مما يمكن تحقيقه، لان هناك حقوق اخرى لا يذكرها احد في هذا الامر. فربنا قدركم توصلوا له باذن الله. ربنا يخلي حضرتك يا استاذ عبدي، وسعيد ومتشرف بدعم حضرتك. اجتماع السبت بقى يا استاذ احمد، اجتماع السبت مؤكد ان في مشاورات كتيره، ويمكن الحاج عامر حسين وحضرتك انا سمعتك ان انتوا عندكم ثلاث مقترحات لشكل المسابقه في الموسم الجديد. الشكل الاول تفضل زي ما هي، والشكل الثاني دوري من مجموعتين عليه ملاحظات، واللي دمج الفكرتين مع بعض دوري من دور واحد، ثم الثمانيه الاوائل بيلعبوا من دور واحد، والعشره الاخرى بيلعبوا من دور واحد، وشكل يبدو عليه توافق ما. هل توصلتوا مع الانديه قبل اجتماع السبت للاستقرار على شكل من الثلاثة؟ يعني احنا شغالين على التفاوض مع الأندية والتشاور معهم كلهم، وبنسمع كل وجهات النظر الفنية من كل نادي. الحقيقة زي ما قلت لحضرتك في أول المكالمة، ما احناش سعداء إن احنا بنلعب في شكل البطولة، أو إن احنا بنقدم اقتراحات على شكل البطولة، وأنا شايف ما هوش إنجاز يعني إن احنا نقدم اقتراحات على شكل البطولة. المفروض ده محسوم بالظبط، لكن الظروف هي اللي فرضة ده عليه. الاقتراح الثالث ده كان الاصل في الموضوع، هو طبعا دور يعني دوري بشكل طبيعي صحيح، ولكن الاقتراح الثالث الاستثنائي هو بالظبط محاوله ان حضرتك تصحح المسار، فترجع بس يعني في الوقت واقدر اوفر راحه للانديه بين الموسمين، وابتدي الموسم الثاني يبقى في كاس عالم في شهر 11، فيكون في عدد من الجولات قبل كاس العالم، واقدر اخلص في وقت كويس طبيعي يعني زي العالم. هنكمل المشاورات ان شاء الله لحد يوم الجمعه، وبعد كده على ضوء بقى اجتماع الرابطه هناخد ان شاء الله القرار اللي يكون يعني ماشي مع اغلبيه الاراء اللي احنا بنتكلم فيها، واللي ما يكونش فيه ضرر او يعني اي نوع من انواع الضغط على الانديه في حاجه. وهنتأقلم معاه. والأهم من رأي إبراهيم برضو إن إحنا لما نوصل للاتفاق وشكل الدوري إن إحنا كلنا نكون ملتزمين بيه، لأن المرة دي مفيش اتحاد بيدير الرابطة بيدير الدوري، هي الرابطة اللي بتدير الدوري، هي الأندية. فاللي نتفق عليه نكون كلنا إن شاء الله ملتزمين بيه، عشان من أول الحاجات إن إحنا ما نغيرش في الجدول المسابقة، ولا إن إحنا نتفق من أول يوم عليه ونكون ملتزمين كلنا بتنفيذه. يبقى ليا سؤال، لان النواحي الاجرائيه الحقيقه حاكمه جدا وهي اللي ملخبطه لنا الدنيا. يعني مثلا لائحه شؤون اللاعبين والمشاكل في قيد اللاعبين واعطاء الرخص، ده اتحاد بحت ولا ممكن يبقى الرابطه ليها راي فيها؟ ممكن يكون الرابطه ليها راي فيها في لائحه النظام الاساسي، ده مش هنتمكن منه في اول موسم. يعني اول موسم اللي هنقدر نتمكن منه هو لوائح المسابقه وشروطها، وان احنا لو في حاجه تخص الانديه مع الاتحاد ان احنا نتكلم فيها لحد ما تطلع رابطه النظام الاساسي اللي هيقر الانديه فيه، هو ده اللي هنقدر بعد كده نكون مسؤولين عنه. حضرتك بتتكلم كتير على فكره الفاليو او القيمه بتاعت المسابقه، وانه في رغبه في ان احنا فعلا نحطها في الشكل والحجم الطبيعي اللي يليق بمسابقه عريقه جدا وليها هذه القاعده الجماهيريه وتاثيرها حتى في المحيط بتاعها. يعني مستعجل حضرتك في الوصول للقيمه ديت ولا عندك درجات ليها؟ لا، انا الحقيقه احنا مصر يعني يا مصر اقدم دوله في حاجات كتير، 100 سنه كوره، محققين انجازات على جميع يعني كل الانشطه وكل بطريقه متوازيه، ومحط انظار العالم
حتى في تنظيم البطولات الرياضية اللي مصر نظمتها. صحيح. حقيقة. صحيح. سواء كانت قارية أو عالمية. فبالتالي إن إحنا يبقى لا، إحنا عندنا دوري، عندنا أندية عريقة، عندنا دوري قوي، ينقصوا بعض الحاجات من الترتيب ووضع نظام ليها عشان يظهر بالفاليو الحقيقي دي. يعني في دوريات مع احترامنا الشديد ليها في الجوار، يعني لا إحنا دوري أقوى منه بكتير، ولكن ينقصنا نقطة النظام دي بالظبط عشان نقدر نوصل للفاليو الحقيقي بتاعنا. إذا كان من خلال بقى عراقة مصر، من إن إحنا أبطال أفريقيا، من إن إحنا تعداد شعب عظيم، يعني عندنا جماهير، عندنا كل حاجة. أيوه. عندنا أندية يعني كان ناقصنا التنظيم ده. بالظبط. بالظبط. كل التوفيق بإذن الله يا أستاذ أحمد. ربنا يخلي حضرتك، وبشكر حضرتك ومتشرف بوجودي معك بعد اسبوعين. متشرف بيا. شكرا جزيلا. شكرا ليك، شرفتنا. احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، في خطوه اعتقد لما بنقول تاريخيه الناس حتى كلمه التاريخيه استهلكت شويه، لكن هي دلالتها فعلا ان هذه الرابطه تاريخيه، لان لاول مره في تاريخ الكره المصريه اللي بتحتفل ب 100 سنه عليها، وهي دي الكارثه بجد. احنا في السنه اللي بنحتفل فيها بمئويه الاتحاد المصري لكره القدم عايزين ناسس او متنازعين على تاسيس رابطه باختصاصاتها عالم كتير جدا عشان تبقى تاريخيه يا استاذ ابراهيم، تاخد حقوقها واستقلاليتها وتبقى قادره من خلال اختصاصات واضحه جدا انها تمارس دورها لصالح الانديه. اصل هم المنتخبات معظمها من انديه الدوري الممتاز. فمهم جدا الانديه دي تبقى عارفه حقوقها ايه وبتنفذها ازاي، واخده القدر الكافي سواء من المنافسه الشريفه او الحقوق المتوازنه او الراحه بتاعه المكن اللي شغال ده. والشيء بالشيء يذكر عشان تشوفوا النادي الاهلي كان سباق ازاي في 2008. الناس تفتكر النادي الاهلي لما جه طلع قناته في 2008، في اغسطس تقريبا 2008، بدا مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن حسن حمدي، والحقيقه الكابتن حسن تحمل الكثير في الفتره دي، لانه كان النادي بيدافع عن حقه في امتلاك سلعه المباريات. للاسف في اعلاميين كثر دلوقتي بيأيدوا هذا الاتجاه، وقتها كانوا واقفين في الخندق المناوئ للنادي الاهلي في المطالبه بحقه انه مباريات الاهلي الخاصه اللي بتتلعب على ملعبه في مسابقه الدوري هي ملكيته، هو اللي صاحب الحق في تسويقها، في اعاده بيعها، في التصرف فيها، في انه يزيعها على قناته او يبيعها لاي قناه. وقتها قامت القيامه واتهم مجلس اداره النادي الاهلي انه عايز يحتكر، وانه 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 هي نفس الحقوق اللي المكتب التنفيذي لرابطه الانديه المحترفه دلوقتي بيعمل على انه يمتلكها لصالح الانديه. ده اللي النادي الاهلي كان بيقوله. لو تتذكروا كابتن حسن وقتها عمل ورشه عمل من الرابطه الانجليزيه، وجم خبراء رابطه الانديه المحترفه الانجليزيه، عمل ورشه هنا في القاهره، حضر خبراء كتير من مختلف الانديه، بدا الانجليز يقولوا لنا هم شغالين ازاي والمفروض يبقى عندكم الوضع ازاي. وقتها النادي الاهلي نبه كل الانديه، خد بالك ده حقك، دي مبارياتك، الاتحاد ما هوش صاحب ملكية هذه الحقوق يا باشمهندس. ما تيجي تشوف تصريحات الأستاذ أحمد مجاهد الفترة اللي فاتت بتختلف على الأحلام دي. يعني بيقول لك يهدوا شوية. يعني أنت بتدي نفسك الحق أنك بتديني حاجة كأنها منا. ما زال الاتحاد يرى أن هذه الرابطة منا ومنحة من الاتحاد. ولا ما تزودوهاش، افرحوا باللي اديته لكم. فالكلام يعني عايز تسمع احمد مجاهد في ده؟ لازم نشوف المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره عشان ما نظلمش والناس تسمع معانا في موقفه او رايه في الرابطه. ما يخص كابتن الدوري المصري، هل خلاص يعني انت كاتحاد كوره سلمت الرابطه الجديده مساله الدوري المصري بالجدول، بشكل المسابقه، بلجنه مسابقات، بالحقوق، بكل ده خلاص ابتدوا عملهم، ولا لسه في فترات انتقاليه؟ لا، هو عشان الامور تبقى واضحه، هو في الاخر هو الاتحاد هو المسؤول عن اللعبه بشكل عام، لكن الرابطه طبقا
للائحه. احنا بنحاول نفعل المساله، ودي خطوه في البدايه هي من حقها انها تشكل بمعرفتها لجنه لاداره مسابقه القسم الاول. في حاجات تظل اساسيه بالنسبه للاتحاد، انا كاس مصر ده بيملكه الاتحاد بالكامل، مباراه السوبر دي تخص الاتحاد، التنسيق في المواعيد فيما يخص المنتخبات ده يخص الاتحاد، التنسيق فيما يخص شكل المسابقه بالصعود والهبوط ده يخص في امور تخص الاتحاد، لكن اداره المسابقه تخص اللجنه اللي بتشكلها الرابطه. احنا بنحاول نساعدهم بكل ما نملك، انا شايف ان شاء الله باذن الله الناس داخله بحماس كبير جدا. صحيح احيانا الحماس الزايد ممكن يكون يعني محتاج ان هو يهدى شويه عشان الوضع ما هوش وردي، احنا عارفين ان الموسم صعب، بنحاول نسهل اللي نقدر عليه، وفي كل الاحوال يعني انت بتتكلم في اعضاء الرابطه كلهم بالنسبه لنا، سواء الاثنين اللي رشحوا الاتحاد سياده اللي هو صفي الدين بسيوني، وده كان يعني انا شرفت ان انا زميلته كعضو مصدر الاتحاد، اللي هو ثروت سويلم وهو مدير تنفيذي الاتحاد لسنوات طويله ومن اصحاب الخبره، الحاج عامر حسين وده رئيس المسابقات وما زال رئيس منطقه اسكندريه، يعني رئيس منطقه تابعه للاتحاد حتى يومنا هذا. كل بقى المجموعه الباقيه، احمد دياب اخ وصديق، الكابتن عماد متعب وهو نجمه من نجوم منتخب مصر، الدكتور شريف صالح عضو مصر المصري السابق، الكابتن خالد رفعت وده ابن من ابناء الاتحاد وكان عضو لجنه المسابقات فتره من الفترات وعضو مصدر سابق نادي الزمالك، فكل المجموعه اللي موجوده في الـ في الـ في الرابطه كلها بتربطنا بيهم علاقات طيبه، بنحاول ان شاء الله باذن الله ان احنا نديهم من الصلاحيات ما يمكنهم انهم ينجحوا ان شاء الله باذن الله في مسابقه القسم الاول. طبيعي جدا انهم نصيحه يعني، وده انا قلتها لهم، انهم يقعدوا مع الانديه ويسمعوا الانديه ال 18 نادي بتوع القسم الاول، كلهم فيهم قامات تقدر تساعد، وكلنا نتعاون عشان نعدي بالموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله. يعني شكل المسابقه تخصص مين يا كابتن؟ مجموعه واحده مجموعتين؟ لا 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 لا، هو الانديه والاتحاد طبعا من طرف، يعني انت النهارده انا عندي عدد في امور فنيه بتخص الاتحاد، في عدد مباريات لازم اللعيبه تلعبها، في توقفات دوليه للاتحاد لازم يكون يعني شريك فيها، لكن الانديه لها الحق في هذا الامر. بص الرابطه لها اختصاصين اصيلين، انها لها عمل انها توزع الحقوق الخاصه بالانديه، يمكن دي معقده من حقوق متباعه، ثاني حاجه تشكل بمعرفتها لجنه لاداره مسابقه القسم الاول. تمام. لكن ليس من اختصاصها تعديل او تغيير شكل المسابقات، ليس من اختصاصها استحداث مسابقات، كل دي حاجات بتتم بالتنسيق، احنا ما عندناش اي مشكله في الامور اللي تؤثر على الانديه ولا المنتخبات ولا الشكل العام، لكن في بقى استحداث بعض البطولات الوديه، طب ما الانديه ممكن تلعب ماتشات وديه مع بعض او تشارك في بعض المباريات ما دامت تحت مظله الاتحاد واللوائح والقوانين، احنا ما عندناش اي مشكله. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى يا استاذ ابراهيم، هو ده يا جماعه اللي بتكلم فيه. الاستاذ احمد مجاهد يتحدث عن الاتحاد وكانه يعني حاجه تخصه. يا استاذ احمد انت نفسك لجنه هتمشي المفروض بعد شهر اتنين تلاته. من الاصل ما كانش المفروض يبقى في حاجه اسمها لجان تدير الاتحاد. مساله بقى لغه خالد رفعت ابن من ابناء الاتحاد، ايه اللغه دي؟ ايه اللي هو مين يعني؟ الاتحاد بتاع مين يعني؟ ما انا ابن من ابناء الاتحاد، استاذ ابراهيم ابن من ابناء الاتحاد، كل من يعمل في كره القدم له علاقه بالاتحاد. اما عمليه الاستحواذ وتصور الاتحاد ده بتتكلموا كانه ملكيه وكانه يعني، انا بصراحه مش موافقك رغم علاقتي بيك وقناعتي بكفاءتك، لكن احيانا بشعر ان انت تنظر الى الامور انك انت تتحدث كانك انت المظله او المسيطر. لا يا استاذ احمد، دع الامور تتطور بقى، مفيش حاجه اسمها يهدوا شويه، اهدى انت شويه، يهدوا شويه، يهدوا كتير، ما بقتش بتاعتك. انديه بتشكل جمعيه عموميه للجنه، تيجي تدي لها الاختصاص اللي هي عايزاه، بس سيبهم بقى، بلاش الضغط من بره على الانديه.
انا نفسي الانديه ال 18 دول، ودول 18 قياده اشتغلوا بجد من دماغكم، اشتغلوا بجد من واقع الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص. طبعا مش هتعمل حاجه تضرك، لكن في نفس الوقت عندنا 18 نادي عندهم فرصه ذهبيه لتطوير الكره، تطوير المسابقه بما يعظم من قيمتها التسويقيه وقيمتها الفنيه، اللي هي طبعا قيمه فنيه هتؤثر على القيمه التسويقيه وشعبيه الدوري. يا اخوانا احنا شايفين دلوقتي ان المتابعه من البرامج في الدول العربيه الشقيقه بتتابع ادق تفاصيل البرامج بتاعتنا وبتعلق عليها، لدرجه تاثرت بالروح العام بتاع برامجنا، بتعمل اهلي وزمالك ومبارزات. اذا احنا ناس نستطيع ان نصل بكورتنا الى كل حته، احنا 100 مليون متابع، سوق جامده جدا. فمن فضلكم كل واحد يلعب دوره وفي اطاره، وسيب الدنيا تتطور شويه. سيب الدنيا تتطور شويه، والدنيا مش هتتطور شويه الا لما كله يهدى شويه. صدقوني كل المشهد الرياضي بيتغير، والمشهد الكروي بالذات دي جت فرصه ذهبيه انه يتم تشكيل رابطه تعظم قيمه المسابقه، تنقذ المسابقه من الشكل المزري اللي كانت عليه، وتخلي الانديه هي اللي تدير نفسها. احنا عانينا الموسم اللي فات على فكره، هو حدد يا استاذ ابراهيم، عانينا الموسم اللي فات، هو حدد دوره، هو حدد دوره، هو دوره مفهوم، حدده. اه طبعا، قال لك المنتخبات، كاس مصر، السوبر، وبعدين قال لك الصعود والهبوط، كلمه خطفه في الاخر كده. ممكن نظام الصعود والهبوط يبقى بتاعك. اه هو هيفضل بالتنسيق مع اللجنه. ايوه، ليه؟ لانه احنا دلوقتي في مرحله اولى اتعملت رابطه انديه محترفه للقسم الاول، المفروض كل الاقسام التاليه المحترفه ليها روابط، يعني القسم الثاني والقسم الثالث، ولو في قسم رابع بيتطبق عليه نظام الاحتراف، كل مسابقه لازم أن تدار من رابطه مستقله وخاصه بيها. ساعتها هيتعمل هارموني خاص بين الروابط وبين المكاتب التنفيذيه بتاعتها، بحيث ان انت ما ينفعش تصعد من نظام لنظام انت مش مسؤول عنه، لا، بيبقى في تنسيق زي كل الدول اللي عندها تجربه احترافيه جاده شويه. وهنفضل نحارب عشان نبقى ادوارنا موجوده بنفس السلطه. انما كله هيمشي، احمد مجاهد هيمشي، مجلس الاداره اللجنه اللي موجوده بعد هتمشي كده على النظام اللي الناس لما هتيجي على رقعه سليمه وعلى وضعيه سليمه الكل منضبط فيها. هو احمد بيه، لكن احمد قال كلمه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم، انا مش بقطعك والله، بس انا عايز انور على النقط اللي قال لك احنا مش بنخترع العجله، ودي كلمه مهمه جدا. هي دي نقطه مهمه. ما العالم ماشي ازاي؟ خد لك نموذج يا اخي من بالزبط. اي عالم. عشان كده اتمنى انه تجربه المكتب التنفيذي لرابطه الانديه يحظى بالدعم والمساندة، وأتمنى على الأندية حاجتين. الحاجة الأولانية، أستاذ أحمد دياب قال لك النظام الجديد اللي هيتعمل ده نظام استثنائي مدته سنة علشان نرجع نبقى في الشكل الطبيعي، طبيعي للجدول للدوري لنظام الدوري، أنه يقام بالنظام اللي شغال حاليا. بس هل من الطبيعي أن أنا هفضل شغال بدون فترات راحة الموسم اللي جاي؟ وانا هنا بقول للانديه قبل اجتماع السبت، ارجوكوا بصوا على اللي جاي. الانديه اللي بتتكلم مش مداره في حاجه، تقريبا ما عندهاش لعيبه بيروحوا منتخبات، وما عندهاش مشاركات خارجيه بتفرض عليها عدد كبير من المباريات. فخلينا نبص على المصلحه العامه كلها راح ازاي. يجوز استاذ ابراهيم حد يقول لك يجوز السنه الجايه يبقى عندهم لعيبه تخش منتخبات؟ انا مش عايزها تتبص كده، انا عايز ان الناس تشوف. هل اولا اللي مش هيشترك في افريقيا بعضهم هيشترك في البطولات العربيه، هيشترك في ممكن تعمل بطولات تنشيطيه زي ما بتفكر الرابطه، يمكن تعظيم العوائد لو ادينا المساحه للوقت. شوفوا مصلحتكم، هل احنا عايزين نريح لعيبتنا بشكل عام وندي مساحه من الوقت عشان نعمل تعظيم للموارد ومسابقات تجيب فلوس ولا لا؟ فانت بالتالي الانديه ممثله في مكتب تنفيذي، نبص على المصلحة العامة، نبص على إحنا عايزين تجربة بشكل استثنائي لمدة موسم واحد. لما تعمل دوري بشكل استثنائي يخلص في شهر 6 أو 7، اللعيبة هتريح، الفرق هترجع تاخد فترة راحة كافية وفترة إعداد كافية، المساواة هترتفع، هيبدأ
حددنا نتكلم في اللي قاله الاستاذ احمد دياب ساعتها، حتى حركه تسويق لاعبتك هيكون متسق مع المسابقات الخارجيه. ما ينفعش ابدا ان انت العالم بيبطل، الدوريات شغاله الجديده بدات واحنا كنا لسه بنختم الموسم اللي فات او لسه ما خلصش، يعني كاس مصر لسه ما اتلعبش. ده كلام لا هيساعدك على تسويق لعيبتك للخارج، ولا هيساعدك حتى في ان انت تسوق المسابقه بتاعتك في المنطقه العربيه بشكل قوي. فنتمنى انه الكل يساعد ويساهم في ان ازاي هذه التجربه تنجح، في ان توجد نظام استثنائي مؤقت نرجع بعدها للوضع الطبيعي للدوري. ونتمنى اللي الفيفا طلبه من الاتحاد المصري الانديه اللي عايزه تغير اي مواد مثلا، ده للاستاذ محمد الطويله وكل الانديه اللي اجتمعت معاه واللي عبرت عن سخطها وغضبها من الاتحاد المصري ولايحته. عندكم فرصه، الفيفا قال لك ابعتوا لنا المواد اللي عايزه تعديل، خلاص ابعت لي المواد اللي عايزه تعديل. ما هو انت اصل دي كلمه تبان سهله، هيقول لك مين اللي قال ان ال 50 دول بيعبروا عن الجمعيه العموميه؟ اي نادي؟ ما هو ما قالش ال 50، قال لك الانديه الراغبه في اضافه اي مواد يبعتوها. الفيفا هيوافق عليها بما يتسق مع لائحه النظام العام بتاعه الاتحاد الدولي. ما ينفعش كده، ان ما كانش جمعيه عموميه تعتمد التعديلات هنا لا يمكن الفيفا هيعتمدها. هو ديت قبل ديت، يعني هو في الاول الفيفا بيقر هذه التعديلات اتساقا مع لائحه النظام الدولي ويقول لك اعرضها على الجمعيه العموميه. اعرضها على الجمعيه العموميه. فانت عشان تاخد الختم الدولي الاول ابعت له. ليه؟ لانه الجمعيه ما لهاش ان هي تفرض مواد تخالف لائحه النظام الدوليه. فبالتالي مدى اتساقها مع لائحه النظام الدولي في الفيفا هيوافق عليها. لا تعارض بنود اساسيه ولا مواد ثابته في التشريع الدولي هيوافق عليها. انت بمختصم الاتحاد الدولي، انت مختصم لجنه مهمه. لا دي حاجه تانية خالص. لا. انت مختصم في شق تاني. ما هو استنى بس يا استاذ ابراهيم، افرض ان انت عايز تحط ماده تقول لا مش من حقك تعين لي. لو لائحه النظام الاساسيه في الاتحاد الدولي، انت الدستور المصري بينص على انه نزاعاتك المحليه وشؤونك الرياضيه طب ما تيجي يتم علاجها بموجب العلاقات والمواثيق الدوليه. كلام جميل يا استاذ ابراهيم. اللجنه دي اتعملت للدول الغير قادره على اداره نفسها. صحيح. الاتحاد بيساعدها لحد ما تكتسب خبرات. هي حتى اسمها لجنه التطبيع. لجنه التطبيع اللي ماسكها واحد نيجيري اللي هو اللي هنا حتى اللجنه بتاعتك اسمها لجنه التطبيع. هو هناك علاقات تطبيع الانديه او الاتحادات، وهو ده اللي ال 51 نادي رافعين عليه القضيه. النيجيري قالوا له ازاي انت اعتبرتنا ان ما عندناش القدره على اداره نفسنا؟ يا استاذ ابراهيم الموضوع كده ديلمه. يعني ازاي جاب منين ان مصر الذي اسست الاتحاد الافريقي اللي عندها كوره بقى لها اكتر من 100 سنه ما عندهاش كوادر؟ ده اللي سكتنا عليه لما اعتبر انه حل مجلس اداره هنا هتيجي تقول له بقى تدخل. هتقول لنا ما هو وقتها تم تعيين عمرو الجنايني. عميق وقتها تم تعيين عمرو الجنايني عميق. مش بال اللي بيسال السؤال اللي انت بيبان لك بسيط كده، هو السؤال هتغرس فيه مش هتعرف تبعت له حاجه. ليه؟ هو نفسه انت هتيجي تقول له ايه؟ ان الجمعيه العموميه للكره المصريه يعني بتؤكد ان لديها من الكوادر الذي لا يتيح للاتحاد الدولي تعيين لجان لها مثلا. هتحط حاجه في بند كده مش من حق الاتحاد الدولي يعين للجنه الا اذا كنت انا موقوف لسبب ما، وده ما حصلش هنا في الكره المصريه. انت راح حد اقنعك لمصالح خاصه ان ما عندناش دلوقتي حد يقدر يدير. ازاي الكلام ده؟ ازاي فاتت دي؟ ازاي دي فاتت يا استاذ ابراهيم؟ وعشان كده احنا مش عارفين نخرج منها. هي اداره هذه الازمه من بعد كاس الامم الافريقيه واستقاله مجلس هنا بريده هي دي كانت. وكان في اسباب كتيره جدا تقنع الفيفا على انه اللي حصل ده حق طبيعي للدوله المصريه، حق طبيعي حتى تقاعس اللجنه الاولمبيه المصريه عن الوفاء بدورها. وده يمكن المربع الفارغ في القضيه كلها. القانون الجديد للهيئات الرياضيه شال كتير من سلطات او انتزع كتير من سلطات وزاره الشباب والرياضه. طلع الاشراف الحكومي على الاتحادات ومنها اتحاد الكوره. لكن ادى السلطه الكامله للجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه هي اللي كان لازم تقوم بدورها في الدفاع عن استقلاليه الاتحاد المصري
ومصرية الاتحاد، اتحاد الكورة، ان انا كاتحاد كورة مصري قادر ادير نفسي. لماذا لم تحتاج اللجنة الأولمبية المصرية مع اللجنة الأولمبية الدولية؟ كان يجب ان يكون لها دور في حماية الكرة المصرية من هذا التطبيع الدولي. بإذن الله الحلقة الجاية نجيب رأي اللجنة الأولمبية لماذا لم تحتاج على هذا الوضع. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم. أهلا بحضراتكم جديد. شفنا محاولة لفهم ما يحدث في المشهد الكروي، وشفنا محاولة إنقاذ وضع كرة القدم المصرية من خلال انتخاب مكتب تنفيذي لرابطة الأندية المحترفة، لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال. الحقيقة إعلاميون ضد الكراهية، وقبل ما نتكلم على الإعلام ودوره في بث الكراهية أو محاولة اكتساز جذور الكراهية من الساحة الرياضية، كنا بنتكلم من شوية مع النائب أحمد دياب على قيمة الدوري المصري وتأثير الدوري المصري في محيطه العربي. أنتم متخيلين أنه مثلا في فلسطين الشقيقة العزيزة الحبيبة، في غزة يا باشمهندس، يوم الاثنين اللي فات نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، نظم احتفالية خاصة لا للتعصب، لا للتعصب بين مين ومين، ما قالش بين غزة والضفة، ما قالش بين فرق خان يونس مع فرق رفح، لا، بين الأهلي والزمالك. بص، الأهلي والزمالك قيمتهم في دولة أخرى شقيقة، في غزة نظمت هذه الاحتفالية تحت عنوان لا للتعصب. ما هذا بيتصل مع اللي اتقال من شوية، تأثير الكرة المصرية على الأشقاء. بالظبط، انه يعني بينظموا لنا هم مع بعضيهم. بصوا تحت العلم المصري بقى الشيء الرائع جدا، اولا بحضور ومشاركه المهندسين المصريين العاملين في اعمار غزه، الجماهير الفلسطينيه رافعه العلم المصري وصوره الرئيس عبد الفتاح السيسي امتنانا وتقديرا لهذا الدور المصري الكبير في اعاده اعمار غزه فور الانتهاء من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة. فالدور المصري مقدر ومقيم ومثمن بين أبناء غزة وأبناء كل الفلسطينيين. فعملوا فرقتين، قدامى لعيب الكرة الزملكاوية وقدامى لعيب الكرة الأهلوية، جماهير الأهلي ورابطة مشجعي ومحب الأهلي في فلسطين ورابطة مشجعي الزمالك في فلسطين جنبا إلى جنب تحت علم واحد وبأغاني واحدة، وفي يوم هائل جدا في حب مصر وحب الأهلي والزمالك ونبذ التعصب. فاز قدام الأهلي على قدام الزمالك 2-1 في هذه المباراة اللي أهدافها كانت أهم وأغلى، علم فلسطين من دخول الكرة في الشبكة، في وجود علم النادي الأهلي، وعلى الجانب الآخر الزمالك بنفس المشهد يعني. أيوة. إنما لما تقرأ بقى في المدرجات مصر وفلسطين إيد واحدة، إيد واحدة. فسيبك من يعني مصر وفلسطين قلب واحد، فوق. أيوه. شعار، هو ده اللي يعنينا. هذا هو دور كرة القدم. أيوه. هذا هو ما التواصل والود والحب والتقدير ينبغي أن يكون على هذا المستوى. فلما يكون الأشقاء بيبلغوا لنا الرسالة دي، أين دورنا؟ الحقيقة برضو في نفس الاتجاه، ولنبذ التعصب وللحث على نبذ الكراهية أو مقاومة مشاعر الكراهية في العموم، مش بس حتى في الحقل الرياضي. الكاتب الصحفي العزيز الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، كتب مقالة اليوم في جريدة الشروق عن ندوة حضرها في العاصمة الأردنية عمان عن إشكالات خطاب الكراهية في الإعلام العربي وأفاق تجاوزها. وأدار الندوة الإعلامي اللبناني الشهير توني خليفة، والكل تحدث على دور الإعلام في بث الكراهية ودوره إزاي في مقاومة مشاعر الكراهية بين كل الأطياف، مش بس يمكن اللي دخل الجزئية الرياضية. كلمة ممثل الإعلام المصري الأستاذ عماد الدين حسين، عماد حسين زي ما قال إنه في الكلمة اللي ألقاها، قال لك لما تحدثت أشرت إلى ما يبثه الإعلام الرياضي المصري من مشاعر كراهية. فبيقول
قلت في كلمتي ان خطاب الكراهيه موجود منذ الابد وسوف يستمر الى الابد، لانه لصيق بالحياه الانسانيه، والفارق بين مجتمع واخر يكمن في تقليل درجه خطاب الكراهيه الى اقل حد ممكن. مش هتشيل الكراهيه في النفوس، بس حد من منسوب الكراهيه ومن تطور هذا الشعور السلبي الى ما هو ابعد. بيقول النقطه الجوهريه ان الاعلاميين الذين يفترض ان يواجهوا خطاب الكراهيه معظمهم يمارسون هذا الخطاب ليل نهار سواء كانوا يدركون ذلك أم لا، وبالتالي فقبل أن نطالبهم بتوعية الجمهور العام بنبذ خطاب الكراهية علينا أن نتأكد أولا أنهم يدركون جيدا مفردات خطاب الكراهية، مستشهدا على ما يحدث من مشاعر كراهية في الإعلام الرياضي لا سيما بين الأهلي والزمالك. لماذا كتب عماد الدين حسين هذا المقال و كيف كانت رؤيته معاً على الهاتف النائب عماد الدين حسين؟ أستاذ عماد أهلاً بيك. أهلاً بيك أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك والأستاذ عدلي. تحياتي لحضرتك وتحياتي المهندس عدلي. منورنا وعايزين نناقشك في خطاب الكراهية اللي أنت اختصيت به الإعلام الرياضي في مصر يعني في هذا المؤتمر، وأنت محق تماماً في أنك أنت تشير هذا الأمر، لأنه الحقيقة غير مسبوق، يعني ارتفع إلى قمته في الأونة الأخيرة أو في السنة الأخيرة. كيف ترى هذه المشكلة وحلها؟ تحياتي لك يا باشمهندس وأستاذ إبراهيم مرة ثانية. والحقيقة طبعا المؤتمر كان على خطاب الكراهية بوجه عام، والاساس كان خطاب الكراهيه الدينيه اللي هي كانت عملت مشكله كبيره جدا للعالم باكمله خصوصا بعد احداث 11 سبتمبر. لكن الجديد اللي انا شايفه انه احنا تخطينا دلوقتي يعني خطاب الكراهيه الديني او السياسي اللي فيه الاستقطاب الشديد جدا اللي كان العالم بيعرفه، احنا دلوقتي في صدد ازمه كبيره جدا، وخطاب الكراهيه الرياضي معظمنا بيمارسه بدون ما يعرف خطورته. الناس كتيرة جدا كانت تقول لك ده لعب عيال، ده تهريج، ده شوية تعصب رياضي، ده لكن ما حدش واخد باله في دراسات في العالم بره على علم النفس الرياضي وتأثير التعصب ده على المجالات الأخرى. بمعنى يعني دايما كانوا بيقولوا معظم النار من مصدر الشرف، مصدر الشرف ده هو الجماهير المتعصبة في أي أندية. وطبعا للموضوعية المسألة مش أهلي وزمالك، في العالم كله ده موجود. انت احنا شفنا من سنتين ريفر بليت وبوكا جونيور الارجنتينيين كانوا وصلوا لنهائي كاس امريكا ابطال امريكا اللاتينيه ما عرفوش يلعبوا الماتش ببلاش، لعبوه في اسبانيا بسبب التعصب. وفي انجلترا الهوليجان واللي بيعملوه بالضبط، واخد ابعاد سياسيه ما بين الاغنياء والفقراء وحاجات زي كده. الحمد لله احنا ما وصلناش لهذه المرحله، لكن ما يمارس يعني احنا وصلنا اكثر منها. لا 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 الحمد لله لا لا وصلنا احنا في لحظه ما وصلنا لاكثر منها. لا ربنا ما يعيد الايام دي. انا ادرك ما تقصده، ولكن انا اتحدث عن الظاهره عموما. الظاهره عموما هي انه في مشكله كبيره في الاعلام الرياضي العربي كله، موجوده في مصر بكثره، كلنا بنشخص المساله، لكن ما حدش فينا عنده الشجاعه ان يعترف ان هو ساهم بده. يعني انا وصلت القناعه ان انا كنت احيانا بشجع، كما تعلمون انا زملكاوي ماشي واحترم الاهلي، كنت بشجع الزمالك بصوره ربما يكون فيها تعصب، ربما يكون فيها كراهيه. بدات ادرك ده واحاول اغيره، ده يبقى اشجع فريقي صح دون ان اساهم في اي ظاهره كراهيه او ظاهره تعصب. لكن في كتائب الكترونيه، في لوبيات في عالم الرياضه العربيه عموما والمصريه خصوصا بتلعب دور شديد الخطوره، والدور ده محدش واخد باله، او معظم الناس اللي بيعملوا ده مش واخدين بالهم ان ده ممكن ياثر في اقرار البلد، في الامن العام، في التماسك الاجتماعي، يدي فرصه لاعداء ومتربطين انهم ينفذوا وقد حاولوا قبل ذلك بالفعل. فبالتالي مهم جدا ان احنا نقول للناس الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا او بدون وعي او بوعي، انت بتساهم في ظاهره خطيره جدا ممكن لا قدر الله تعمل مشكله كبيره. فخلونا ننبذ الكراهيه دي، مش بس بشعارات، يبقى في نماذج حقيقيه، كل واحد يبتدي ينقد ذاته، الناس اللي عامله كتابه الكترونيه تفكها او تقلل منها او تخليها في صالح المفيد، مش التشويه والاقصاء والنبذ اللي احنا بنشوفه للاسف الشديد. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. لا يعني انا لا ارى ان الامر ممكن يمشي بالكلام والوعظ، لان الحقيقه الناس
يعني ما هو المثل، على فكره احنا بقالنا مده بنقول الكلام ده، لكن برضو المثل اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. عندما يعظ الناس بما لا يلزموا انفسهم به ما حدش هيصدقهم. هو لازم نقدم النموذج من خلال التناول الموضوعي لكل القضايا، وما نحولهاش لمساله اللي تكسبه لعبه. كيف اصل الى قلوب الجماهير من اقصر طريق؟ اننا التحفيل وشغل المكايده والكلام ده، ده كلام انا اراه خطيرا جدا جدا. والكل واحد عايز يقرب من الناس، لازم يبقى هو اللي اللي بيسمعهم الكلام اللي نفسهم يسمعوه اكتر من اي حد. وبعدين البرامج اللي بتحتفي بهذا والمبارزات وتجاره الكراهيه، ان نحط اتنين قدام بعض ازاي مين يحفل على التاني عشان يوصل لاكبر قاعده جماهيريه والمتابعه، كل ده يعني يعني إذكاء. هناك آلية، هناك آلية يا استاذ عماد المفروض. لا بص يا باشمهندس، في جزء متعلق بالقانون وجزء ثاني ماليش دعوه بالقانون. الجزء القانوني صح، يعني ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. لما حد يتم ضبطه بيمارس هذا الفعل او هذه الافعال، ولو عقب عقابا شديدا من قبل اي جهه مختصه، انا اظن يكون عبره غير ده. دي نقطه خصوصا في الاعلام. الاعلام الرياضي ظني انفلت عياره الا قليلا بشكل خطير جدا، وللاسف مش الجماهير في النهايه يعني لما هي المتلقي، هي المتلقي في الاخر بالضبط. يعني هي بتتعصب نتيجه انها ترى من تعتقد انه قدوه متعصب. لو احنا قدرنا نفك هذه الحلقه ويبقى في ضرب بيد الحديد على مثير الفتن او المتاجرين بهذه الكراهيه او التعصب، لان التعصب طلع تجاره مش بس، لانه في ناس بتكسب منه، فالناس اللي بتكسب منه عايزه تجاره الكراهيه. صحيح. يعني احنا بقى لنا ست اشهر يعني بندن في مالطا في الحته دي. احنا الناس بتطلع تفاخر مش بحبنا ديها، بكرهها للمنافس. صحيح. هذه كارثه يشارك فيها الجميع، مش فريق واحد ولا اتجاه واحد للاسف الشديد. اي حد بيعملها يبقى يعني لابد ان يلام، صح، ولابد ان يعاقب. وبالتالي في جهد الاعلام ثم الاعلام ثم الاعلام، لانه في حاجات ما بتجيش بالتشريعات. لان انت لما تيجي تقول للناس ما حدش يتعصب، هيقول لك طب هو مش مدرك الناس مستوياتها التعليميه ومستويات الوعي مختلفه، وبالتالي بيبقى سهل جدا للاسف الشديد انك تقدر تستقطبهم. بل وهذا هو الاخطر، في ناس يفترض انهم متعلمين تعليم عالي وراقي ومثقفين، بيقعوا في نفس الفخ بتاع الكراهيه وبتاع التعصب. فنتمنى ان احنا نواصل جميعا فتح هؤلاء الناس ونقول للاعور دعوه بعينك، فربما تقل هذه الظاهره قريبا ان شاء الله. وباكد على الكلام اللي انت قلته يا استاذ عماد، القانون مهم. ثم القانون موضوع طبعا. لا، والجهات الرقابيه موجوده تستخدم القانون، تقدم في صحيح. حاجات مش في القانون، في اللياقه العامه. انت ممكن تكتب كلمه ها بذكاء، لان معاك محامي يقول لك لو قلتها بالطريقه دي مش القانون مش هيجي لك. لكن انا كجهه رقابيه عليك ارى انك انت بتضع السم في العسل، فلابد من التنبيه. ما ينفعش تماما معاك ها استاذ عماد. شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا للاستاذ عماد الدين حسين. مقاله مهمه يجب ان احنا مجلس الشيوخ ورئيس تحرير ندرس الشروق. كيف يعني نفعلها ونساهم في يعني تخفيف هذه الظاهره الخطيره. برضو من ظواهر الاعلام الرياضي فكره الاستسهال للاسف في الفبركه. في الفبركه ايوه تنسب لحد حاجه واحنا مش واخدين بالنا انه مبدئيا الامر بيتعلق بلاعب، بمستقبله، بعلاقته، بجمهوره. فواحد من ضمن الناس. وبعدين دلوقتي انا عايز اقول حاجه للزملاء، خدوا بالكم، كان الاول التكذيب صعب، كنت اكتب خبر ممكن مش صحيح على ما النادي المعني او الاتحاد المعني او الطرف المعني يبعت تكذيب ما يتنشرش، ولما يتنشر يتنشر مبتور ويتنشر بشكل ملتف. دلوقتي خدوا بالكم انه وسائل التكذيب والتجريس سهله، بمعنى ان انت تكتب على لاعب فلان الفلاني كذا، او تطلع في برنامج تذيع خبر كذا، او على اليوتيوب تقول كذا، فجاه يروح طالع لك اللاعب بتويته او بكلمه يكشف لك المستور. ف
فيبقى شكلك وحش قوي. عشان كده ده رقيب ذاتي فوري، ده حد بيرد عليك في لحظتها. عمار حمدي لعب الاهلي الصاعد الواعد العائد للاهلي من تجربه اعاره كانت موفقه جدا، كان ضحيه مثل هذه الممارسات الصحفيه. فجاه تلاقي كتير من الجرايد والمواقع عمار حمدي غضبان، عمار حمدي بيشترط انه يلعب، عمار حمدي زعلان انه رجع عشان يقعد، عمار حمدي وكهربا، واتحط في جمله كتيره متردده في كل المواقع تقريبا والجرايد الفتره الاخيره. عمار حمدي يثير الجدل بعد استبعاده من مواجهه انبي، اثار عمار حمدي ده الوطن الجدل بعد استبعاده من مباراه فريقه اللي كذا وكذا، وكتب ستوري قال اللهم اني فوضت اليك امري فاكفني. بعدها ربطت الجماهير في تعليقاتها بين ان هو بيدعي او بيقول دعاء ديني بين ان هو غضبان وزعلان. الشروق برضو قالت نفس الحكايه، تحذير لعمار، الاهلي يغلق ملف التعاقد مع ابراهيم عادل وشادي، صعوبات في صفقه بسام وموسيماني وتحذير لعمار. قام ردد عمار بنفسه ما دام الامر كده، كتب عمار حمدي في تويتر باسمه بقى على حسابه الشخصي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام اللي منتشر في الفتره الاخيره عشان انا مش بشارك في المباريات واني بعترض على النادي الاهلي وبتشرط عليهم بكلام، الكلام ده مش صحيح، انا بجتهد وسايب الباقي على ربنا، انا تحت امر النادي في اي وقت ومش ممكن اتشرط، والكلام ده لاني من ابناء النادي وقبل ما اكون لاعب فانا بشجع الاهلي من صغري وبحبه جدا وبشكر كل جماهيره لان هم السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى، مهما اتكلم عنهم مش هقدر اديهم حقهم. كلام جميل. الراجل بوعي ونضج. وربما سمع صوت عاقل بيقول له لا ما تسيبش الامور كده، اطلع وضح. قال هذا الكلام. استاذ ابراهيم الموضوع مش كده، الموضوع ما هو انت لازم هيبقى فيه لعيب مش في التشكيل. ايوه. الاول محمد محمود. برضه نفس الموال. انت عمالين يلعبوا على اللعيب اللي مش هيشارك زي اللي بوه على ناديه. طب ما هو دي مستحيل، مش دايما هتلاقي لعيب مش هيشارك. هو اتلعب كم ماتش؟ ده اتلعب ماتشين، السوبر والكاس، والماتشات الوديه الناس دي كلها شاركت فيها. فانما كل مره تلاقي لعيب بره التشكيل هتشتغل كده، لعبتنا لازم تدرك ان ده اهو ده خطاب كراهيه. لا طبعا، لانك انت بتقلب لعيب، بتحبطه، بتوتره، بتخلق له ازمه مع ناديه ومع جماهيره. فهيردوا عليك بالمقابل انت كمان، ما هو شباب بقى قاعد قدام بعضه بيتعامل كده. لابد ان الناس المسؤوله تتوغل في هذا الامر وتوصل تشوف مين اللي بيعمل الكلام ده، لان ما يصحش. احنا حتى مش بنعلم لاعبتنا ازاي تلعب كوره وتحترفها. هذا ليس سلوك محترفين. بالظبط. الكلام ان انا لازم تلعب اساسي، وعشان كده انا كنت بقول من كام يوم بلاش مقارنه لعيبه الاهلي ببعضها. مين يلعب ومين يقعد، ده اسوأ ما يقدمه الاهلاوي. ان يقول هذا الكلام. في فرقه بتتكون من عدد معين من اللعيبه، الجهاز الفني واداره النادي شايفه ان دول لازم يكونوا موجودين. بالظبط. عشان نكسب البطولات. وخلي بالك اي لعيب لازم يفهم ان انا لما اجيب له لعيب قوي جنبه انا بفيده في مستقبله، لان لما اكسب بطولات هو قيمته بتعلى، هو بياخد فلوس، هو بياخد ميداليات، هو بياخد تاريخ. فاللعيبه بتساعد بعضها، كتر اللعيبه لازم اللعيبه ترحب بيه، لان لما اجيب لكم لعيب كويس انا بساعدك انك تكسب بطوله. فده لازم الناس تفهم هذا الكلام، ولازم المسؤولين بقى في وسائل السوشيال ميديا او اي وسائل اعلاميه اخرى في الصحافه اللي ابتدت تتجرجر لهذا الكلام، لا مش من حقكم ابدا انكم تتصيدوا الناس بالاشاعات. زي ما مش من حقكم ابدا حتى الكلب مكيالين. يمكن لفت نظر الصديق العزيز ابو المعطي زكي في جزئيه هو الناس ليه مشغوله الاهلي جدد لعلي معلول ولا ما جددش، وعمرو السوليه جدد ولا ما جددش، رغم ان الاثنين عقدهم يخلص السنه الجايه. يعني الاهلي تفضلا منه وحرصا على توفير الاستقرار للفريق بيفتح ملف التجديد معاهم بدري شويه. لكن قال الحقيقه لفت نظر النقطة مهمه على هذا الكيل بمكيالين.
لانه في الوقت اللي الناس مهتميه جدا في كتير من البرامج والمواقع بعلي معلول، محدش واخد باله ان نادي الزمالك مثلا عنده 8 لعيبه تنطبق عليهم حاله علي معلول. 8 لعيبه يمكن ابرزهم واهمهم كلاعيبه دوليين طارق حامد وبن شرقي وعبد الله جمعه وابو جبل، مجموعه من اللعيبه الكتيره كويسه. مش مطلوب من الاعلام بالمناسبه انه يتصيد على نادي الزمالك بالملف ده. ده مش دور الاعلام. لا تضغط على الاهلي ولا على الزمالك بالظبط. لا تصدر ازمه للزمالك من خلال لاعيبته ولا تخلقها للنادي الاهلي علشان لاعيبته. خاصه التفاوض ومناقشه هذا الامر على الهواء بيضعف من موقف المؤسسه. دي حاجه، الحاجه الثانيه بيهز استقرار الفريق وبيوجد مساحه وضغينه ما بين اللعيبه مع بعضيها، بالذات لان الاعلام بيبدا يتكلم انه سين عايز ياخد 5 مش ياخد 6. طب ولما يتقال انه غضبان من 5 عشان عايز 7، اللي بياخد 3 ده يعمل ازاي؟ ما انت بس انت في الاول بتضرب استقرار فرقه. يبدو ان ده سلوك اعلامي. ما بيتعمل مع محمد صلاح نفس الشيء هنا عندنا طول النهار يتكلموا على تجديد محمد صلاح وعلاقته بليفربول، كل يوم له علاقه، كل يوم كلاب مش عايزه، كلاب بيحاربه، كلاب مش عارف ايه، مين قال عليه وحش؟ بعدين تاني يوم كلاب يقول ده احسن لعيب في العالم، ده انا سعيد بادائه. محمد كده برضه، محمد صلاح مبسوط جدا في ليفربول، محمد صلاح متضايق جدا في ليفربول. دي مش حياه بصراحه. كره دي ذهنيه، دي ذهنيه مهنيه محتاجه تتغير لان فيها كتير فعلا من الرواسب. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف بقى مين اللي اتمسك من عظمه لسانه. اهلا بحضراتكم من جديد. في محاولة أيضا للوقوف على الكثير من بعض القصور في الأداء الإعلامي، لأنه شفنا استسهال في حاجات كتيرة، شفنا كيل بمكيالين، شفنا تصدير أزمات، شفنا زرع مشاعر كراهية، شفنا كتير من أوجه الحاجات السلبية. لكن كمان فكرة الاستسهال في معلومات بدون ما يكون لها أي ظل من الحقيقة، دي كانت نقطة مهمة جدا حبينا نكشفها لحضراتكم بعظمة لسانه. بيرستاو يا بيرستاو، هذا الجناح الهجومي الرائع اللي النادي الاهلي تعاقد معاه من قبل ما يبدا ومن قبل ما الناس تشوفه كان في مرمى الجدل الاعلامي والاشاعات الحقيقه. لكن الغريب جدا انه حتى وهو مصاب بشد عضلي او حتى بمزق في العضله، الناس بدأت تتكلم وكأنه بقية اللعيبة اللي هتشارك في مباراة الأهلي الأولى أمام بطل النيجر كلهم حاجة وبيرستاو حاجة تانية خالص. فانشغلت اليوم السابع غموض موقف بيرستاو من اللحاق بموقعة بطل النيجر، وكده الأهلي هيخسر كتير عشان بيرستاو مش هيلحق مباراة بطل النيجر. الوطن النهاردة قالت موسيماني يفتش عن اصابات متولي في الاهلي، تاو يلحق بالبعثه في النيجر. وبتاكد ان الوطن انه مصدر في الاهلي اكد لهم ان بيرستاو لاعب الاهلي سيكون جاهزا، ده عكس اليوم السابع، سيكون جاهزا للسفر مع الفريق لرحله النيجر لمواجهه فريق الحرس الوطني اللي هتقام منتصف اكتوبر بعد التخلص من الاصابه التي ضربته في الفتره الماضيه في العضله الضمه، والبعثه هتسافر 11 اكتوبر. يعني اليوم السابع في غموض انه بيرستاو مش هيلحق مباراه بطل النيجر، والوطن بيقول لك لا ان شاء الله هيلحق والاصابه بيتعافى منها. والحقيقه فين؟ ان بيرستاو ما ينفعش يلعب لا ضد بطل النيجر ولا في هذا الدور اصلا، لانه مش مسجل في قائمه الاهلي الافريقيه لهذا الدور. بصوا لما يكون الامور مبنيه على حاجه مش موجوده اصلا. الاهلي انتوا حضراتكم عارفين انه مسجل 33 لاعب في القائمة الأفريقية، خرج منها بسبب الانتقالات المحلية 7 لعيبة. سعد سمير وكريم نيدفيد إعارة، أحمد رمضان بيكهام إعارة، وولتر بواليا إعارة، أجيي على قائمة الانتظار حاليا، ومروان محسن ونصر ماهر انتقال. دول 7 لعيبة، باقي 26 لاعب ليهم الحق في المشاركة أمام بطل النيجر في الدور الأول. الشناوي وعلي لطفي وشوبير مصطفى شوبير وحمزه علاء ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومتولي وبنون ومحمد هاني وايمن اشرف ومعلول ومحمود وحيد وعمرو السوليه واكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي واليو ديانج وقفشه وشريف وحسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان
وصلاح محسن واحمد نبيل كوكا واحمد سيد غريب، دي العناصر الشابه اللي تم التدعيم بيها. الجداد بقى بيرستاو الجنوب افريقي، لويس مكسوني الموزمبيقي، حسام حسن وكريم فؤاد، مع عوده المعارين احمد حمدي احمد عبد القادر وعمار حمدي، دول هيتم قيدهم في فتره القيد الافريقيه الثانيه اللي هتبقى من 1 ل 31 يناير. يعني لا عبد القادر ولا عمار ولا مكسيوني ولا بيرستاو ولا حسام حسن ولا كريم فؤاد ينفع يشاركوا في الادوار الاولى للبطوله الافريقيه حتى 1 يناير. ومع ذلك شفنا الجدل الكتير انه في غموض وانه في صدمه وانه في زعل، وبيرستاو الراجل مش من حقه اصلا. بس كل ده كوم، وبيرستاو الاهلي تعاقد معاه وهو مصاب ليه؟ ده راي كابتن مجدي عبد الغني، نسمعه. الكابتن سيد عبد الحفيظ بيحذر لاعبي منتخب مصر اللي منضمين ان هم يعني ما حدش فيهم يقرص على نفسه، ولو عنده اصابه يبلغ بيها عشان ما تتفاقمش الاصابه زي ما حصل مع بيرستاو. حصل كده مع بيرستاو، كان عنده اصابه وراح مع منتخب جنوب افريقيا وما قالهمش ولعب على الاصابه وتعور. طيب هو بيرستاو اما عمل كده مع منتخب جنوب افريقيا كان قبل تعاقد النادي الاهلي معاه ولا بعد تعاقد النادي الاهلي معاه؟ السؤال ده مهم، انا جاوب قبل تعاقد النادي الاهلي معاه. طيب لما بيرستاو متعور وراح المنتخب وتعور اكتر وصيب، امال ليه لما جبنا بيرستاو وقعنا معاه وما عملنالوش تست طبي زي ما العالم كله بيعمل؟ مش فاهم، انا مش عارف الكلام ده، الكلام اللي بيتقال ده ايه؟ صح ده يا جماعه؟ الكلام ده بيتكتب كده اخبار واحنا بنقرا وخلاص ونعدي مرور الكرام؟ بيرستاو جاي متعور للنادي الاهلي، والنادي الاهلي متعاقد معاه 4 سنين ودافع له اول دفعه لسه من الاسبوعين اللي فاتوا في عقده، وهو اصلا متعور من قبل ما يجي، وراح وهو متعور يلعب مع منتخب بلده وتعور اكتر، فبالتالي جاي لنا يتعاقد معانا وهو متعور؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا مش عارف لجان ايه اللي بتشتغل، وناس ايه اللي بتتعاقد، وفلوس ايه اللي بتدفع، ولا حول ولا قوه الا بالله، ولكن الله يا مصر. الاستاذ كابتن مجدي سال اسئله مهمه، قال ازاي بتتعاقد مع اللعيب وهو متعور، وهو انت تعاقدت معاه الاول وتعور بعد كده، ولا اتعور بعد ما تعاقدت معاه؟ ولكن قال انا هجاوب انا، وقال ان عنده يبدو معلومه انه لا ده هو اتعور قبل ما نتعاقد معاه، فليه ما تعملوش هو الحقيقه كابتن مجدي الراجل ضرب كف بكف، ولا حول ولا قوه الا بالله، وازاي ده يحصل؟ وهو عنده حق والله، ازاي ده يحصل؟ وازاي خبر زي كده يتكتب ويتقري كده من غير ما حد يستوثق منه؟ يا كابتن مجدي، علشان نستوثق منه، بيرستاو تعاقد معاه النادي الاهلي واعلن قرار التعاقد الرسمي معاه على الموقع الرسمي للنادي الاهلي يوم 26/8. يا ريت نشوف صوره خبر تعاقد الاهلي مع بيرستاو، مش صورته الراجل وهو في الجيم. ده تعاقد الاهلي مع بيرستاو على الموقع الرسمي للنادي الاهلي يوم كام يا كابتن مجدي؟ يوم 26/8. انا بقول لك عشان كده لازم نقول لا حول ولا قوه الا بالله. بجد يوم 26/8 الاهلي اعلن رسميا عن التعاقد مع بيرستاو ل4 سنوات. عمل الكشوفات الطبيه الكامله. سلامته كانت 100%. لكن هو ازاي لعب مع جنوب افريقيا وجالك مصاب؟ هو لعب مع جنوب افريقيا يا كابتن، عشان لما اقول لك الاخبار بتعدي كده، ده انت بتقول ازاي بتقروا الاخبار دي ومحدش بيركز؟ انا عايزك فعلا نركز مع بعض. 26 اغسطس جت الاول، وبعد كده جت 3/9. ولا 3/9 بتيجي قبل 26/8؟ مباراه جنوب افريقيا الاولى
مع زيمبابوي كانت يوم 3/9 ودي لعبها بالكامل لعب كمان مباراة 6/9 اللي تعور فيه اللي كانت مع منتخب غانا وسجل هدف ألغاء الحكم جاله شد الدكتور بتاع المنتخب الجنوب أفريقيا اداله حقنة بلازما عشان يلعب بس 26/8 كان هو في النادي الأهلي وبالمناسبة بقى مدام 26/8 تأكدنا انها بتيجي قبل 3/9 و3/9 بتيجي قبل 6/9 الحدوتة كلها الدكتور أحمد أبو عبلة كطبيب وهو المختص بعملية الكشف الطبي وحالة بيرستاو نفكركم بيه يعني ما فيش صفقة بتدخل الأهلي غير لما بنكون واثقين تماما طبيا ان هي ممتازة وان هي ما عندهاش اي مشاكل طبية خالص بيرستاو يعني اللي انا عايز اقوله ان هو مش إصابة مزمنة مش إصابة قديمة مش إصابة هتسيب أثار بعد كده خالص دي إصابة زي أي إصابة عضلية كان مع المنتخب في التمرين اللي هي قبل أول مباراة تقريبا كانت يوم 2/9 شعر ببعض الألام في العضلة الضمة في الرجل اليمين بلغ طبعا طبيب الفريق وطبيب الفريق كان رأيه بعد ما عمل له التستات الطبية أو الاختبارات الطبية إن هو دي ألام عادية ممكن ناخد مسكن وممكن نلعب بيها في الحقيقة في نقطة مهمة جدا إن كان بيرستاو كان هو حتى بيحكي لي الهيستوري وده اللي وصلنا برضو في الريبورت اللي جالنا من المنتخب الجنوب أفريقي إن هو كانت الشكوى بتاعته ما كانتش كبيرة قوي يعني ما كانش بيشتكي من ألم شديدة كان مع القوة برضو ما كانش فيه ألم شديدة فده اللي خلى يعني التعامل معاه كان يبقى بالصورة دي إن احنا ناخد مسكن ونقدر نلعب المباراة الأولى نزل لعب المباراة الأولى لعب تقريبا 60 دقيقة كان يعني كان كويس ما اشتكاش بعدها نزل لعب المباراة الثانية كان حوالي 70 دقيقة كان بدأ الألم تزيد شوية بعد ما وصل لنا بقى هنا بعد التوقف بتاع المنتخب بدأنا نعمل بقى احنا الفحوصات الطبية بتاعتنا وبدأنا نعمل الأشعات اللي هي ما قبل اعتماد التعاقد واللي أنا عايز أقوله برضو إن بيبقى فيه شرط من شروط التعاقد إن هو لا يفعل إلا بعد اجتياز الاختبار الطبي ده مهم جدا يعني وده بيدينا راحة كويسة جدا إن احنا بنعمل كل حاجة وبيبقى يعني رأينا في الآخر مهم جدا يعني بعد ما عملنا الفحوصات بتاعته تبين بقى طبعا إن في يعني زي مزق خفيف في العضلة الضمة كان في بعض التجمعات البسيطة بحيث برضو إن هو لعب عليها الفترة اللي فاتت برضو اللي احنا عايزين نقوله لعب يعني كان عنده إصابة ولعب بيها طيب هو دي إصابة تكون يعني مزمنة أو إصابة جديدة أو كلامه لا خالص النهاردة لا بدأ جري في الملعب النهاردة كان في شغل بالعجلة هيبقى في تطور يومي طبعا شفناه بالسونار قبل ما نيجي المعسكر وكانت أمور الالتئام بتاع العضلة ممتازة فوق الممتازة كمان يعني على غير المتوقع خالص فده إن شاء الله يخلينا حتى أسرع في البرنامج التأهيلي بتاعه ويعني انا عايز اقول لك ان المتوقع ان شاء الله يا رب ان شاء الله خلال اسبوعين كده ممكن نشوف اخبار كويسه ونلاقيه معانا في التدريبات ان شاء الله باذن الله. هو اهم شيء في الموضوع يعني انه اتكشف عليه طبيا قبل ما يروح يلعب في جنوب افريقيا. الجهاز الطبي قال احنا متاكدين من سلامته، لكن هي ايه نوع الاصابه؟ ما هو هل هي اصابه مخيفة يعني الضمة دي بتيجي زي دور البرد ما انت ممكن يجي لك دور برد هتقول جبته ليه هو عنده دور برد الفكرة ان جات له شد جاله اصابة بعد ما اتكشف عليه طبي وتعاقد جاله اصابة لكن الاصابة ما هياش الاصابة المزعجة ولا الاصابة اللي تخوف وباذن الله هيرجع واهم حاجة اهم من كل ده انه المردود الفني بتاعه يكون زي ما احنا متوقعين. والحقيقه الجديد ان الجهاز الطبي بيأكد انه لا بيرستاو قطع شوط كبير في استعاده لياقته وفي شفائه وربما بشكل زي ما يمكن الفيديو ده الدكتور احمد ابو عبله كان قايله من 5-6 ايام او الاسبوع اللي فات المده بقت اقصر لانه استجابته ودرجه تعافيه بقت اسرع فان شاء الله هتشوفوا لعيب كبير يدعم فريق الأهلي بخطورة شديدة جدا ده جانب من تدريبات بيرستاو في النادي في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بيه اللي احنا أوضحنا للكابتن مجدي إن 26/8 جت قبل 3/9 بشكل واضح وصريح لكن واضح إن حتى الناس لما اتكلمت إنه الكابتن سيد بيقول للعيبة
اللي راحوا المنتخب محدش يقرص على نفسه لو عنده اي اصابه، هو شايف وعارف انه اللعيبه في رغبتها انها تكون مشاركه في المنتخب لو حد عنده شد او بوادر شد. ما تخبيهوش ما تخبيهوش، لانك هتلعب خلاص، دخلنا في حاله مزق ودخلنا في درجات اصعب في الاصابه. فبالتالي كل واحد يخاف على نفسه ويكون صريح مع الجهاز الطبي في درجه الجاهزيه بتاعته. حتى المره دي لما جم يستدعوا بيرسيساو الجهاز الفني الطبي بتاعنا تواصل هناك وبعت لهم من التقرير ما يثبت لا ما تاخدوهوش دلوقتي، والناس استجابت يعني. الاهلي هيلاعب بطل النيجر. الحقيقه انا برضو كنت سمعت على نفس الذكر بالنسبه لمدرب سيمبا التنزاني لما اتكلم على لويس ميكسيوني لاعب الاهلي، وقال انه فريقه سيمبا تاثر كتير بغياب لويس ميكسيوني اللي كان بيعتبره العمود الفقري بتاع سيمبا، وقال ان الاهلي هيستفيد منه لانه لعيب فعلا كتير بمستوى كبير جدا. اعتقد الفتره اللي اخذها لويس ميكسيوني كل الناس فعلا شافت ان الاهلي عمل اضافه قويه جدا او عمل تدعيم نوعي رائع جدا، وكمان بيرسيتاو باذن الله هتشوفوا قوه هجوميه متكامله باذن الله. مدرب فريق الحرس الوطني بطل النيجر اللي هيلاعب الاهلي في بدايه بحث الاهلي باذن الله تعالى على اكمال الدسته يعني او اكمال ال11 يا الاهلي باذن الله تعالى يسعى الاهلي من خلال مشواره مع الاميره السمراء اللي هيستقبلها بمواجهه بطل النيجر مدربه الكابتن زكريا ابراهيم. نشوف انطباعاته ايه. شايف مواجهه النادي الاهلي ازاي؟ اعتقد انها ستكون مباراه كبيره لكي نلعب امام فريق كبير مثل الاهلي. طموح الفريق هو الفوز بالمباراه، طموح الحرس الوطني هو الفوز بالمباراه ان شاء الله. شايف حضرتك نقط الضعف نقط القوه بعد الدراسه عند النادي الاهلي؟ اعتقد ان النادي الاهلي فريق قوي ولديه ايضا لاعبين اقوياء، ولكنني اعتقد في ذات الوقت بان هناك ربما بعض النقاط التي يمكن ان ليس بالضعف، ولكن ربما في الدفاع نستطيع ايضا استغلالها. راي حضرتك في موسيماني؟ موسيماني مدير فني كبير في إفريقيا، وهو أيضا كان مديرا فنيا أيضا لمنتخب جنوب إفريقيا، وهو أيضا منذ أن كان مديرا فنيا للمنتخب هو يظهر دايما بطولات، وهو يعلم جيدا ما يجب أن يفعله وما يحتاجه من اللاعبين والمباراة. هو يلعب دائما بقوة ويدفع يحمس اللاعبين، وهو إضافة كبيرة للنادي الأهلي كمدير فني في القاهرة. هل توقعات حضرتك أن الفوز على النادي الأهلي بطل أفريقيا من السهل؟ لا على الإطلاق، الفوز على النادي الأهلي ليس سهلا. نحن سنواجه فريق كبير في إفريقيا، هذا هو الضغط الذي يمثله على الفريق. النادي الأهلي كفريق كبير فاز بالبطولات أيضا إفريقيا السابقة وما قبلها. الأهلي فريق يمكن أن يخسر مباراة في حالة إصرار فريق الحرس الوطني، ومن ثم سنبذل كل ما لدينا للفوز على النادي الأهلي وهذه المباراة. هل ستخوض المباراة أمام الأهلي مدافعا أم تخوض مهاجم؟ ربما هذه أسرار المباراة، أنت تسألني عن سر المباراة وكيف ألعب، ولكن سنؤدي بالشكل المناسب أمام النادي الأهلي. يعني كل الأمور اللي عايزين نتكلم فيها، وعشان عمال يقول لي فاصل فاصل، تعالى نطلع فاصل عشان ما نبتديش في حاجة ونقطعها. هو يعني يا جماعة هي دي الأدوار الأولى، فبالتالي هتلاقي بطل النيجر وهتلاقي بطل الفرق الجديدة بالذات على المشاركات، هتلاقي في الأدوار التمهيدية الأولى سواء الـ 32 أو قبل كده اللي بيشارك في الدور التمهيدي الأول. بطل النيجر الرجل واضح أنه عنده تقدير كبير لقيمة حامل اللقب. أنا شوف ماليش دعوة، أنا بخاف من دور الـ 32 ده، بخاف منه، وكل مرة ما بنتجاوزوش بسهولة،
عبر تاريخنا في عزنا. هي الإدارة الإقصائية بتبقى محتاج تركيز، وده أعتقد واحدة من أهم سمات الأهلي، احترام أي منافس. ماليش دعوة بقى فعلا يحترمنا بعد هو ما مين بيلاعبني في مناسبة إيه، ليه كل الاحترام. هي دي شخصية البطل. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم. أهلا بحضراتكم جديد. مستر بيتسو موسيماني خد أجازته، سافر لبلاده بس راجع. كابتن محمود الخطيب كان اجتمع بيه واجتمع مع كابتن سيد عبد الحفيظ، واتفقوا على كل خطة العمل وكل خيوط تجهيز الفريق للفترة اللي جاية، وحسم الراجل كتير من أموره. وبالعكس يمكن الفترة الأخيرة كشفت عن مدى تمسكه بتحقيق نجاحات كبيرة مع الأهلي، وتمسك الأهلي بيه. يعني كل الكلام اللي طلع من جوه النادي الاهلي لم نفكر اصلا، وانت مش سالت امير توفيق. صحيح. ده ما اطرحش اصلا للكلام. فبالتالي مستر بيتسو موسيماني في اجازته ويستعيد او يرجع ان شاء الله يستأنف نشاطه الكبير. بس الحقيقه من ضمن الهوجه اللي حصلت الفتره اللي فاتت بمناسبه موسيماني، كان الزميل الاستاذ عمرو اديب له راي في اداء الاهلي وفي مستر بيتسو موسيماني. نشوف. أنا رأيي إن الأهلي لازم يبطل يفكر بطريقة الأرنب. مدرسة الأرنب يجب أن تنتهي، وأن يعود للتفكير بطريقة السلحفة. الأرنب دايما عنده قناعة إنه في أي لحظة هينط النطة ويخلص. الأهلي كان وصل للمرحلة دي، إن أنا الأرنب، أنا في أي لحظة أنا هخلص، وأنا أي بطولة أنا هاخدها. أنا عايز أقول للأهلي النهاردة، هذا الأمر لن يستمر، ويجب وضع مجهود ونجيب لعيبة كويسة ونجيب مدرب كويس. المدرب ده خسر بطولتين ورا بعض، ده إنجاز لي أقول يعني. أنا عارف طبعا الأهلي جدد الثقة في موسيماني، ولكن أنا ما شفتش موسيماني ده عمل حاجة للأهلي، بالعكس الأهلي في تدهور مستمر. إنما أنا رأيي إن المدرب ده جه لنادي عنده كل الإمكانيات، كل اللعيبة. يعني أنا لو كنت مكانه أنا هدرب الأهلي زيه بالظبط، مفيش حاجة جديدة. وشفنا إنه هي الكم موهبة اللي موجودة في الأهلي، هم دول اللي عاملين الفرق، غير كده مفيش أي فرق. فأنا بس نصيحتي للأهلي أن يتخلى عن فكرة الأرنب، وأرجو نهدى بقى شويه كده، ويبتدي النادي الاهلي يتعامل مع الحياه ومع الطبيعه بشكل طبيعي. انت عارف حلوه الارنب والسحلفه، بس خليك انت السحلفه، ما عندناش مشكله. يا استاذ عمرو فكرتني بالتشنيع الجميل اللي عمال يقول لك بيدينا نصيحه، بس النصيحه دي وانا قاعد بسمعها افتكرت تشنيعه اتنين ستات، واحدة ست عندها عيب معين يعني، فبتدي لها تجربة وصفة، أنصحك اعملي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. قالت لها جربيها، جربتيها؟ قالت لها جربتها وما نفعتش. فأستاذ عمرو بسم الله ما شاء الله عليك، جربتها وما نفعتش. الحقيقة النصائح دي ما أعرفش أنت بتديها لنفسك ولا بتديها لنا ولا بتديها لمين. إحنا مش عايزين نصائح من حد، إحنا عارفين. يعني إذا كنت أنت معتبر أن ضياع الدوري لا يليق بالنادي الأهلي، ما ده اللي احنا بنقوله، وأن ماتش الكاس ده ما ينفعش الكلام ده، ده الأهلي لازم يحتكر كل البطولات، والله ده اللي احنا بنقوله وده اللي احنا عارفينه. فأنت بتقارن نفسك بإيه لما أنت شايف كده؟ مستغرب ليه؟ يعني النصيحة يبدو أنك أنت جربتها وما نفعتش. جرب السلحفة ولا الأرنب؟ هو إيه النصيحة اللي بيديها دي الحقيقة، غير إنها نوع من الكلام اللي بتسمعه كل ما تفقد الدوري كل مدة يتقال الكلام ده. طيب الأستاذ عمرو أديب شرك مستر موسيماني، ده راجل ما عملش حاجة وراجل ما ينفعش للأهلي ولازم تغيروه. هل كان رأيه قبل كده في موسيماني نفس الرأي ده ولا نسمعه ونفكره؟ احنا ناقصين يجيبوا لنا مدرب كويس، احنا كنا عايزين يجيبوا مدرب يعني اي كلام كده وكنا ننبسط السنه الجايه. لا هو تاريخ الكوتش نفسه، هو الراجل ده الكوتش ده كوتش كويس، ويعني
ليه أيادي بيضاء على الأهلي والزمالك قبل كده. المدينة والجمهورية والعالم العربي والعالم كله انتهاء الماراثون بتاع أفريقيا وفوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا. وطبعا الاثنين المدربين النهاردة كانوا المفروض يعملوا مجهود كبير علشان الغيابات بسبب الإصابة أو بسبب الكورونا. بس أنا رأيي أنه البطل النهاردة في الأهلي هو موسيماني. موسيماني فاهم لعيبته وعارف إزاي يغطي النقص اللي موجود. كابتن موسيماني مدرب الأهلي بيقول عليه إيه؟ أنا قلت لهم ادوهم الضربة القاضية. هو بيبقى واقف بره وأول ما قال لهم الضربة القاضية فيروحوا كسبانين. الأهلي بيعمل كده. يعني أنا برضو دي من الحاجات اللي جننتني يعني. لكن كابتن موسيماني مدرب الأهلي شيء عظيم. مدرب محترم. كابتن موسيماني مدرب عظيم، مدرب محترم، وجنن الأستاذ عمرو أديب. مش بقول لك جربها ما نفعتش، يعني أنا مش عارف هو أنت شايفه إيه. وبعدين على أي حال شكرا على النصيحة التي بدوري أهديها إليك. بس أنا عايز أقول حاجة للأستاذ عمرو، اتأكد إن الأهلي في اللي جاي لا هيبقى لا سلحفة ولا أرنب. هيبقى الأهلي ولا أرنب، لا هيبقى حاجة تانية خالص. الأستاذ حسن السكاوي واحد من النقاد المهمين اللي قالوا رأي أيضا في بيتشو موسيماني. هل موسيماني موقفه مش ثابت، أرضه مش ثابتة دلوقتي في الأهلي، ولا لا كل ده إشاعات وفيش حاجة والراجل هيكمل عادي؟ لا يعني أنا إحساسي إن هو نفسه، سيبك من الإشاعات، أنا يعني رد فعله في المؤتمر، ما هو ده بيبان في المؤتمر طبعا، هو بيتكلم فيها هو مباشرة، هو اللي بيتكلم مباشرة. تشعر إن هو يعني جملة قالها في الماتش اللي فات أدينا بما معناه، يعني هو أنا كسبت يبقى أنا كويس، يعني خسرت يبقى أنا وحش، ده المعنى. فهو حاسس بالنقد العنيف، ما فيش حد ما بيحسش طبعا دلوقتي، يعني طبعا بالنقد العنيف والإساءات اللي ممكن تكون اتحولت له على السوشيال ميديا. هو قال جملة، الفرق ما بين لقاء طلع الجيش ولقاء إمبي إن إحنا سجلنا. هل حضرتك شفت في فروقات ما بين أداء الأهلي وظهور الأهلي في اللقاءين؟ لا. هو الأستاذ حسن مسكاوي، سيبك من اللقطة دي، كانت بتاعت لحظتها، ويقدر موسيماني جدا وأشاد به، وحتى لحد اليومين اللي فاتوا كان له شوية تعليقات بتؤكد ثقته في هذا المدرب. وقال لك يكفي ان المدرب اللي بيحاسب نفسه، يعني ما معناه ده تثق فيه، يعني هو يعني عايز يقول ان موسيماني نفسه قال على نفسه انه في اخطائي كذا اخطائي كذا، وانا خدت بالي يعني. ف احنا ليه بنجيب الكلام اللي اتقال على موسيماني؟ علشان احنا بنستبق الاحداث. دلوقتي سفره لجنوب افريقيا هيستغل استغلال، خلي بالكو من اللي جاي. طيب الظلم الحقيقي للنادي الاهلي مش واقف عند لا مدرب ولا لعيبه حاليه ولا تشكيل، الترصد. ده الظلم في التاريخ لاجيال سابقه قديمه، نجوم كبار لعبوا في فترات زمنيه سابقه، الاجيال الجديده ما تعرفش حاجه حقيقيه عنهم، فيطلعوا كل يوم يتكلموا بشكل مسيء للاهلي في قيمته. وهي دي على فكره، دي المساله الخطره جدا، انك تلاقي لاعب كبير اصيب وخرج من الاهلي لسبب ممكن يكون النادي الاهلي نفسه مش عايز يقوله، ومنهم الكابتن جمال عبد الحميد. الاهلي ما حبش ابدا يتكلم على والله احتراما للاعب واحتراما لامور كتيره جدا واحتراما لجوانب خاصه، ما طلعش الاهلي اتكلم. لكن يطلع الكابتن جمال كل مره تيجي مناسبه، الاهلي رماني والاهلي طلع جاحد قوي، والاهلي ما بيتكلمش وما بينطقش، الى ان تحدث الكابتن مختار بضمير لما الكابتن احمد حسام ميدو ساله هو الاهلي ظلم جمال عبد الحميد؟ نشوف رد الكابتن جمال. الاهلي ظلم كابتن جمال عبد الحميد؟ لا خالص. جمال عبد الحميد هو اللي ظلم الاهلي. احنا جمال عبد الحميد ما كانش بيسيبنا ولا احنا بنسيبه. جمال عبد الحميد وهو في يعني في المستشفى احنا كنا قاعدين جنبه.
انا ما اعرفش هو جمال يعني جمال كان ممكن الامور تبقى احسن. اللي اعرفه ان هو بعد ما خف ما لقاش ان ما حسش ان هو يعني مرحب بيه في الاهلي. ده لا ده 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 قصته هو والله ان هو ما حسش ان هو يعني انما لا الاهلي ما قصدش خالص. لا انا حضرتك بتقول لي كابتن جمال اللي هو اللي ظلم الاهلي ليه في الكلام كان عندكم حتى ان هو راح الزمالك وبقى جامد في الزمالك ولا كنت فرحان له؟ كنت فرحان له جدا وكنت بتمنى ان جمال يقول ان انا ده انا شرف كبير ليا ان انا لعبت في النادي الاهلي ولعبت بالشكل دوت واديني في الزمالك وصلت للي انا وصلت له. طبعا تعليق الكابتن مختار حتى قال لك ما كناش بنسيبه كنا بنتابعه كان معانا على طول. كيف ظلم الكابتن جمال عبد الحميد الاهلي وظلم نفسه؟ المساله تكمن في مدى مواظبته وجديته وقت العلاج، ودي هنرجع لها بقى من الناس اللي اشرفت على علاجه في لحظه ما. طب ما تستناني بقى، انت ظلمت الاهلي وما جبتش لاعب مهم زي طارق حامد ليه؟ والحاج او المهندس فرج عامر، ما انا حكيت موضوع طارق حامد كان بيترجاك انك تاخد طارق حامد. نسمع المهندس فرج عامر ونشوف تعقيب المهندس عدلي. وطارق حامد انا عرضته على الاهلي، انا عرضته عرضته على الاهلي ايوه عرضته باصرار. يا سلام. ما خدوش كان ايام الكابتن خطيب ولا لا 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 كان الاستاذ محمود طاهر. اوكي. والاستاذ عدلي القيعي يشهد بذلك. اوكي. بقيت اتحايل عليهم. يا سلام. وبعدين اسلام محارب راح الاهلي، بعته للاهلي وكان اصلا من الاهلي. موضوع طارق عامر انا حكيته مره، وفعلا كان في تواصل للحظات الاخيره مع المهندس فرج عامر، وقال لي دلوقتي الزمالك عارض 7 مليون وانا يعني عايز اعرف راي الاهلي ايه، ويعني اذا تساوى هناخد راي اللاعب اللي هو كان وقتها يعني الحاج فرج قال لا لو دفعتوا 7 مليون يجي لكم. فانا دورت على المهندس محمود طاهر وقعدت اتصل بيه، رد عليا اتضح انه في عمره وانه موجود في مكة أو المدينة، في المدينة كان موجود في المدينة ساعتها. قال لي عدلي أنا بعمل عمرة فقلت له طب دلوقتي عايز قرارك حالا، لأن أنا لسه قافل مع الحاج فرج عامر بيقول لك دلوقتي اللي يجيب 7 مليون لو الأهلي دفع 7 مليون هدي لي النادي الأهلي. فقال لي طب اديني 5 دقايق وبعدين كلمني. قال لي أوكي. كلمت الحاج فرج عامر قلت له يا حاج فرج اوكي 7 مليون. قال لي يا عدلي جديد. قلت له بعدين. قال لي لا دلوقتي العرض اترفع ل 8. قلت له طب ما انا الراجل موجود بيعمل عمره وانا طريقه التواصل مش متاحه قدامي، انا مش قاعد معاه عشان يبقى نقعد نتفاوض بالطريقه دي، فانا هقول له 8 هرجع لك. هتقول لي لا وصلت 9. قال لي لا المرة دي بجد وأقسم لي إن لو قلت 8 أنا هخلص مع النادي الأهلي. أنا شخصيا كنت يعني متابع الكابتن طارق وكنت شايف إنه يفيد الأهلي جدا. فكلمت المهندس محمود طاهر قال لي بص يا عدلي اللي أنا متخاف منه هو تخاف منه. قال أنا ما أقدرش، أنت قلت لي بعد ما وفيت على 7 ما ينفعش بعد نص ساعة تقول لي لو 8 وترجع تقول لي 9، هو عرضنا النهائي 7. فلما رجعت للحاج فرج قال لي لا خلاص الزمالك مقدم 8 وانا هدي للزمالك. حصل الكلام ده بالطريقه دي بالظبط فعلا يعني. طيب برضو من الصفقات الحقيقه اللي اتكلمت او من اللعيبه اللي اتكلموا على الفتره الاخيره انه كانوا المفروض يجوا الاهلي مصطفى كريم العراقي، وده واحد من المهاجمين في فترته كان لاعب مهم جدا، كان لعب في النادي الاسماعيلي وكان مهاجم ربما جماهير كتيره ما عرفتش ليه ما جاش النادي الاهلي رغم انه مضى للنادي الاهلي وتقريبا خد فلوس. هو اتكلم وفرصه ان المهندس عدلي يقول لنا ايه الحقيقه. حتى كان عندك عرض من الاهلي المصري؟ انا بالفعل وقعت ويا الاهلي المصري. وقعت بس يعني شنو اللي صار؟ شوف خطايا هواي اخطاء بحياتي من ضمنها هذا الخطا اللي لحد الان ادفع الثمن غالي. مال الاهلي؟ مال الاهلي المصري.
يعني اقول انه هي الغلطه الوحيده خلينا نسميها الغلطه الاكبر كره القدم الغلطه الاكبر الاكبر بكره القدم انه تركت الاهلي المصري. انا وقعت مع الاهلي المصري وثاني يوم سافرت الامارات بدون ما يدرون الاهلي، يعني وقعت على عقود واستلمت المبالغ الماديه، كانت وياي والدتي ووالدي واخواني من مصر. نصحوني اكثر من مره، حتى بالمطار امي اتصلت علي ارجع حبيبي ارجع احنا هنا مرتاحين انت بالاهلي المصري. بالمناسبه السنه هاي اللي وقعت وياهم اخذوا ثالث على العالم. كاس العالم الانديه اخذوا ثالث على العالم اللي باليابان. صحيح. سبحان الله يعني ما توفقت باختياري، كان اختياري خطا انه رحت. زين ليش رحت انت طلعت من المطار ورحت، ليش انت بالمطار خابروك واتصلوا بي قالوا لك ارجع لاهلك؟ يعني يعني لحد المطار وهم يتوسدون ويتمنون انه يتصلون بي انه ارجع ولا تسافر وابقى واحنا هنا مرتاحين والامور الماديه زينه والاهلي المصري يعني من واحد يلعب بالاهلي المصري كانما ريال مدريد بالوطن العربي. هاي حقيقه يعني هم انت تعرف انت جيت لمصر وتعرف وتعايشت وياهم وتعرفهم. فما هي هاي الغلطه اللي لحد الان ادفع ثمنها غالي، يعني لو كنت متواجد على الاقل بعد سنتين ثلاثه اني اروح لاوروبا. من مصر؟ من مصر. وانا كان اكو مدراء وكلاء اعمال. لا انا بالاسماعيلي، بالاسماعيلي كان جوني ليرس البلجيكي. بس تعرف يعني ما كنت حاب الاجواء، سافرت البلجيكا رحت يوم واحد تركت الاهلي. زين رجعت الفلوس بوقتها؟ ما اعطوني صكوك. صكوك بس من هناك يعني انا بالمطار كان وياي اخويا الاصغر من عندي قلت له توديها لفلان الفلان. واجوني بعدها باسبوع اجوني للشرق الاماراتي ودزوا لي التذكره ودزوا لي فيزا ارجع ارجع ارجع. قلت لهم لا انه خلاص بعد رحت للشارقه. شنو اللي شنو كان عرض الشارقه وشنو كان عرض الاهلي؟ الامور الماديه يعني ماكو فوارق كبيره، الشارقه افضل فنيا بس سبحان الله ما توفقت بالشارقه، صارت لي المشاكل ما اخذت امور الماديه ما استلمتها كلها، توقفت ست اشهر. كانت هاي المنعطف حب الاهلي طلعت. لا والله كان لا بس هو اختيارك ربما انه سرعت بي. شوف مرات يعني النضوج او مثلا التفكير او الناس المقربين اليك مو رياضيين او ما لهم علاقه بكره القدم او مثلا انت يعني مو بكامل نضوجك ومو بكامل ثقافتك الكرويه العاليه. يعني ما كنت يعني كان عمر 20 21 سنه او 22 سنه يعني ما كنت مدرك انه الاهلي المصري الاهلي المصري اقدر اروح للامارات والشارقه واغير يعني لحد الان انه ادفع هذا الثمن غالي. طيب احييك على صراحه. بص كلام بقى مصطفى كريم ان دي غلطه عمري او الغلطه الاكبر في حياتي وانه الاهلي لازم أن الناس تبقى عارفة أن ده ريال مدريد العرب. أنا للأسف أسباب كتيرة ما خلتنيش أروح وندمان ومعتبر أن دي غلطة عمري. إيه كواليس اللي حصل؟ كواليس أن أول مرة يعني من أغرب المواقف اللي تعرضت لها. إيه؟ طبعا إحنا تفاوضنا، أنا حصل تواصل معاه كان فاضل بالضبط 48 ساعة على فترة القيد. فتوصلنا واتفقنا على كل لاعب حر. هو قال لي انا حر. لما تواصلت معاه ما كانش في مصر. انا حر، قلت له طيب ابعت لي ما يثبت انك حر، جواب من الاتحاد اللي انت تبعه. ها وطلباتك ايه؟ كذا 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 كذا. تواصلنا بالميل على اساس انه هيجي بقى يوقع قدامنا هنا، وعملنا كل الاتفاقات. ثاني يوم يا عم ابعت لي الورقه اللي بتقول انك فري ترانسفير وانك انت الاتحاد هيبعت لي الشهاده الدوليه. لحد ما جينا اخر يوم اكلمه اللي كان اظن الساعه 7 او 8 هيقفل، وانا قاعد والكابتن حسام البدري قاعد قدامي في مكتبي اللي هو كان الناحيه الثانيه مكان بيقعد في هذه اللي كان قبل ما يجي هادي. وقعدت اتكلم معاه يقول لي حالا اقفل، ربع ساعه نص ساعه، لحد ما باقي فاضل حوالي ساعه كنا مجهزين بديل للطوارئ. فاجراءاته كلها خلصانه، ما بعتش حاجه وما ردش علينا، نكلمه ما يردش. فقفلنا الاتجاه ده يعني ورحنا للبديل اللي ما كانش يعني برضه هو احسن حاجه لان ده كان رقم واحد.
لكن دي ظروفه، ظروفه انه كان في غموض، هو شرحها بعد كده ان كان في شرقه واصحابه بيقولوا له وخد نصايح غلط وسنه صغير وما قدرهاش، لكن الغموض ده خلانا ما ناخدش الاوراق في التوقيت اللي يسمح لنا ان احنا نأيده. هو ده اللي كان من جانبنا. الصوره اللي من جانبي ان انا كنت حاسس بيه ان في شيء ما كانش صريح معانا، يعني كان في شيء ما بيقولوش. لكن هو ما كانش بيقول لنا لا اقفل وهبعت لك، وانا قاعد جنب الميل وقاعد جنب الفاكس ومفيش حاجه بتيجي. بس لو كان رجع، يعني هو حس بغلطته وقال رجع امتى؟ ما خلاص القيد. يرجع امتى؟ يرجع امتى؟ يرجع بعديها بست اشهر؟ لا انتهى بقى. وانت الناس بتلعب معاك بالطريقه دي، تثق في تفكيره ازاي حد؟ يعني حصل ان حد بعد ما رفض لا 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 رجع في ظرف تاني وافق توافق له؟ لا لا انا شخصيا اقول لا. اخاف منه. يعني انت جاي لي ولم تكن 100% يعني واضح معايا اخدك ازاي، اتعامل معاك ازاي بعد كده. ما ينفعش. ولا على اساس انه في لحظه ما قدرش قيمه ان هو هيلعب في النادي؟ ما اقدرش انا احط نفسي في 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 مكان تفكيره. انا كنادي اهلي مش هاخد واحد اقول لك اقومه اعلمه وهو عارف غلطه والكلام ده، ما ينفعش. انت قعدتني في لحظه حرجه لاخر وقت، ان انا متصور ان انت هتبعت لي الورقه وايدك. كان الاهلي مقدم له تفتكر عرض مالي جيد ولا ايه اللي أمره؟ اتفقنا. انا مش متذكر المبلغ. هو على فكره قال ان عرض الشارقه ما كانش يزيد كتير على عرض، اتفقنا. لكن كونك انت لم تكن، مش عايز اقول صادقا معي، هقول مش واضحا معي. ما هو انا كمان ليا مصالح، انت استهنت بيها. انت ما قدرتش النادي ده قاعد هتضيع عليه فرصه قيد. احنا كنا حاطين الخطه به معانا. بس فما ينفعش. انا يا استاذ ابراهيم في امور كده في ملامح الشخصيه تقول لك هينفع معاك ولا مش هينفع. لو كان رجع بعديها ما كنتش اقدر اثق انه ما يغيرش رايه تاني يوم، رغم انه واضح جدا انه هو حاسس بالندم قوي. ليه بقى؟ انت رحت خدت ثالث العالم. ايوه، وتابع نجاحاتك. قال لك ده في نفس السنه اللي الاهلي خد ثالث العالم في اليابان. فهمتني؟ فهي مش واقفه على حد، انت ليه توجع قلبك؟ دي كانت مساله مهمه جدا، علشان او رساله مصطفى كريم لكل اللعيبه. وقت ما الاهلي بيقدم لك عرضه، هو بيقدم لك فرصه كبيره جدا للارتقاء بمستقبلك، لتامين حياتك، لوضعك. حتى مصطفى كريم شعوره بالمراره انه قال لك دي الغلطه الاكبر في مشواري مع الكوره. هذا هو النادي الاهلي، وهذه هي قيمته، وهذه هي تقديراته دايما لكل، حتى اللعيبه اللي بيتفاوض معاهم. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم ان شاء الله. وتحيه وجلالا لزين النوادي.